الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من داخل الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة لنتابع معا أحداث مباراة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك في جدول أو في المباراة الأخيرة في ترتيب المجموعات، ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن للدوري الممتاز أنيسات. على ايدك اليمين هيبقى نادي الزمالك بالزي والابيض، على ايدك اليسار نادي الاهلي بالزي والاحمر، وادي هنقول تشكيل النادي الاهلي. رقم 5 رايز يقود هذا اللقاء تحكيميا، اماني رشيد وتعاونها تغريد خطاب حكم ثاني. النادي الاهلي فاز في لقائين السابقين كانوا في الدور الثاني 3-1 فاز في لقاء، والزمالك فاز في لقاء، سوري الزمالك فاز في لقاء والأهلي فاز في لقاء، وده القمة الثالثة للدوري الممتاز، وده لترتيب الأهلي عنده 16 نقطة والزمالك عنده 18 نقطة، واللي هيفوز منهم هيتصدر المجموعة، وهتتعمل قرعة ما اللي هي ما بين من الاول للثامن الاربعه الاوائل، وقرعه مع الاربعه الاخاره من الخامس الى الثامن. وكان في النهارده ثلاث ماتشات، سموحه فاز على الشمس 3-2، وادي دجله فاز 3-0 على الزهور، ونادي سبورتنج فاز على الصيد 3-0، وادي اشاره الكابتن اماني والارسال مع لاعيبه نادي الزمالك ومن الاهلي، واعداد وضربه ساحقه ومحاوله من النادي الاهلي لاحراز النقطه الاولى في الشوط الاول، وضربه ساحقه من لاعبه النادي الاهلي رايس، ديانا رايس رقم 5 المحترفه من بورتوريكو بتلعب وبتضرب اهي، اعداد خلفي من لاعبه النادي الاهلي، والنقطه الأولى للنادي الأهلي والتقدم للنادي الأهلي. رايس على الإرسال، رايس رقم 5 على الإرسال من أعلى استقبل، لكن بتيجي في الشبكة. عندنا تشكيل النادي الأهلي، مي غزال 14، رقم 20 من النادي الأهلي دعاء محمد حسن، إرسال مع نادي الزمالك 1-1، والإرسال من أعلى، وإعداد خلفي مرة تانية، وبتعدي آية الشامي رقم 1 بتعديها صوابع كده وحائط صد، ولكن مي غزال بتيجي تاتش بلوك وتبقى خارج الملعب، ونقطة لنادي الزمالك. الإرسال مع نادي الزمالك رقم 18 على الإرسال، دانا شوقي اللي اتنقلت من النادي الأهلي إلى نادي الزمالك، هم أربع لاعبات اتنقلوا. الإرسال من أعلى مع الوزن، استقبال النادي الأهلي، آية الشامي وأعداد من رقم 20، وضربة ساحقة من لاعبة النادي الأهلي أهي، هنشوفها مرة تانية في الإعادة. دعاء بتعد وبتضرب، والنتيجة التعادل 2-2. على إرسال رقم 20 من النادي الأهلي، دعاء محمد حسن، إرسال من أعلى استقبال وإعداد مرة تانية، وضربة ساحقة ودفاع عن الملعب جيد من لاعبة النادي الأهلي، ونقطة لنادي الزمالك. الإرسال ينتقل إلى نادي الزمالك رقم 19 هنا الحسن محمد، هنا بتلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، مي واعداد خلفي مره ثانيه من دعاء، ولكن بتيجي امام الشبكه، يستحيل من ما دعاء الغباشي انها تضرب وما جاتش مظبوطه، وتبقى نقطه لنادي الزمالك. اهي اعداد خلفي من لاعبه النادي الاهلي رقم 20 دعاء، ونقطه لنادي الزمالك. استقبال من ندى وليد، وضربه ساحقه ومحاوله مره ثانيه وخطا على الشبكه، والنقطه الخامسه لنادي الزمالك.
يلا يلا يا بنات نستقبل ونلعب ونعوض. الارسال من اعلى استقبال اعداد دعاء هناك لايا الشامي وبتضرب وعايزين قوه اكبر من كده يا ايا. حائط صد ولكن خارج الملعب. في اعتراض من لاعبات الزمالك انها تاتش ولكن الحكم تغريد واخد القرار. الحكم اماني اماني رشيد واخد القرار ونقطه للنادي الاهلي. ثلاثه الاهلي خمسه الزمالك والارسال مع رقم اربعه دعاء الغباشي. تلعب ارسال من اعلى استقبال نادي الزمالك اعداد. لازم نوقف الضربات الصحكه السريعه يا جماعه. ستة الزمالك ثلاثة الأهلي. إرسال من رقم 22 داليا المرشيدي تلعب في مركز ثلاثة. استقبال إعداد الأهلي ضربة ساحقة من آية الشامي. يلا يا آية ونقطة فعلا للنادي الأهلي والنقطة الرابعة. أهي أهي طالعة آية وضربة. أربعة الأهلي ستة الزمالك. في كلام كده. الحكم الاول اماني رشيد بتمدى لتغريد خطاب الحكم الثاني عشان في حاجه في القرار في النقطه اللي فاتت. الارسال من اعلى مي غزال رقم 14 على الارسال. استقبال النادي الزمالك اعداد خلفي وضربه ساحقه. يجب يا جماعه لازم نغطي على حائط الصد ولازم نغطي على الضارب ولازم نغطي على اي كره جايه ارسالات. النقطه السابعه نادي الزمالك اربعه الاهلي. يلا نعوض. رقم 10 على الارسال من نادي الزمالك مايا ممدوح دي من ضمن اللاعبات اللي اتنقلت لنادي الزمالك. استقبال النادي الاهلي اعداد خلفي دعاء وبتعدي ايه. ادي التغطيه اللي انا بقول عليها الليبرو ندى وليد غطت على ايه الشامي وفعلا انقذت الكوره وهي دي اللي احنا بنتكلم عليها. اعداد تاني وتضرب لاعبه النادي الاهلي وتغطيه مره تانيه ايه الشامي. يلا يا ايه. ادي حائط صد من ريس ولكن بتيجي بزاويه خطا وما ما فيش حد بينقذها وتبقى نقطة لنادي الزمالك. جات اهي في ايد رايس وما اتحركتش آية او ما خدتش الوضع او يعني الكورة جت مفاجأة ليها وطلب الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي الوقت المستقطع الاول ليه. وطبعا كل مدرب جهاز الفني للنادي الاهلي حمدي الصافي مدير فني ياسر صلاح مدرب عام احمد عبد الفتاح مدرب اهم حوالين اللاعبات النادي الاهلي ايهاب عبد المنعم مدير اداري الدكتور هدير وحيد طبيب الدكتور منة الله عادل علاج الدكتوره رانيا عبد العزيز مخطط احمال شريهان سامح محلل تقني دي اخت نهله سامع كابتن الفريق وليد عصمت اداري الفريق. انتهى الوقت المستقطع والتقدم 8 لنادي الزمالك 4 للنادي الاهلي وارسال مع نادي الزمالك استقبال كده من مي وادي طلعه وضربه ومحاوله من الحائط الصد الزملكاوي مره ثانيه دعاء بتعد هناك وضربه ساحقه للاعيبه النادي الاهلي ومحاوله مره ثانيه لريس وبترجع الكره الى ملعب نادي الزمالك ونقطه لنادي الزمالك نقطة للنادي الأهلي. خمسة الأهلي ثمانية الزمالك والإرسال مع آية الشامي رقم واحد على الإرسال. يلا يا آية. طبعا أختها إنجي وباباهم حمدي الشامي مدير الفني نادي الشمس. مرة ثانية ندى وليد وإعداد من دعاء وضربة ساحقة من سارة أمين رقم 11 وأدي نقطة ثانية وقللنا الفارق إلى نقطتين. يلا يا بنات تسلم ايديكي
عايزين بقى نقول كسر ايديكي زي ما كنا بنقول لتهاني توسن والكابتن منى عبد الكريم، دول لاعبات النادي الاهلي السابقات. وادي ارسال ومحاوله مره تانية وهقعد صد من النادي الاهلي، ورئيس بتضرب وتجيب النقطه وفارق نقطه للنادي الزمالك، 7 الاهلي 8 الزمالك. احسن، قلنا لازم نقلل وفعلا نجحنا ان احنا نوقف حائط الصد، نجحنا نلعب تغطيه على حائط الصد، وادي فارق نقطه. كابتن ايه الشامي على الارسال، توجيهات من الكابتن حمدي الصافي المدير الفني، ارسال من اعلى مع ايزي ساب، اعداد من الزمالك وضربه ساحقه وحائط صد ناجح، والتعادل التعادل التعادل. كنا 8-4 بقينا 8-8، 4 نقاط متتاليه من لاعبات النادي الاهلي. وادي عادي قلنا عليه لازم نوقف الضربات بحائط الصد المتميز، ويكون زاويه الحائط الصد بحيث انها تنزل ملعب الزمالك. وقت مستقطع طبعا طلبه كابتن احمد عبد الفتاح مدير، الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك، وهنقول الجهاز الفني للزمالك، احمد فتحي مدير فني، اكرامي هيك المدرب، محمد انور مساعد مدرب، هبه محمد اداري، شادي فهيم محلل تقني، الدكتوره سميه ناجح علاج طبيعي، الدكتور بلال وتوت معد بدني. الارسال مع النادي الاهلي 8-8، خدنا 4 نقاط ورا بعض، يلا ناخد نقطة بقى واثنين ونحنا ويتسع الفارق لصالحنا. ارسال استقبال محاولة مرة تانية من نادي الاهلي، نقطة للنادي الاهلي، نقطة و9 الاهلي 8 الزمالك. ادي شايفين الكابتن حمدي الصافي بيوجه اللاعبات، نلعب الارسالات على نفس الوتيرة، نلعب الارسال من آية الشامل يكون قوي، بيبقى فيه لخبطه في الاستقبال، وتلعب ايه على ليبرو نادي الزمالك. اهو مره ثانيه ومحاوله من النادي الاهلي، يلا يلا يا ندى، يلا يا ساره، ومحاوله مره ثانيه اهو، هتصد يلا يلا نغطي خارج الملعب، ونقطه لنادي الزمالك. التعادل 9-9، التعادل 9-9. ادي في الاعاده اهي خارج الملعب، الضربه لما اتضربت الضربه الساحقه كانت الايد مفتوحه، لو الايد نزلت شويه كانت هتيجي النقطه. طبعا الكلام ده كله كلام فني، هنشوفه مع كابتن هيثم السعيد بعد نهايه المباراه، ومعاه طبعا لاعبتا النادي الاهلي الكابتن منى عدلي والكابتن ندى ايمن، والتحليل الفني ليهم بعد هذا اللقاء. 10 النادي الاهلي متقدم، 9 نادي الزمالك وفارق نقطه، الاهلي او تعادل وبدا يزيد يفرق نقطه ويتعادل، نادي الزمالك هو اللي بيتعادل، الاهلي كان هو اللي بيتعادل، دلوقتي الاهلي هو الزمالك هو اللي بيتعادل. وادي محاوله مره ثانيه وحائط صد وخطا، الكره جت في انتنه تبقى خطا على اللاعب او اللاعبه اللي شاطت الكوره، او اخر لاعب او لاعبه لمست الكوره، وتبقى التقدم للنادي الاهلي 10-9. والارسال مع ساره امين رقم 11 على الارسال، ساره ومحاوله وفي خطا كده من برايس، ولكن 10 الزمالك 11 الاهلي، ورايحه رقم فريده العسقلاني رقم 12 هتلعب الارسال، اهي فريده على الارسال، ارسال من اعلى استقبال، يلا يا دعاء اعداد كده ومحاوله وحائط، يلا يا جماعه نغطي، لسه بنقول التغطيه على حائط الصد والضارب اهم من الارسالات والضربات الساحقه. 11-11 والنتيجه امام حضراتكم مشاهدي قناة النادي الأهلي ومشجعي النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي، التعادل 11-11 في قمة الكرة الطايرة في السيدات. وادي نقطة، نقطة الرئيس متألقة رئيس النهاردة، رئيس رقم 5 على الإرسال،
12 الاهلي 11 الزمالك. رايس المحترفة من بورتوريكو. ارسال من اعلى واستقبال. طبعا احنا دايما بنقول استقبال حلو يبقى هيدي جملة ونقطة حلوة، وادي نقطة تانية للنادي الاهلي. انا قلت الاستقبال وحش فالاعداد جه وحش، فالضربة التالتة او الساحقة جات وحشة، فنقطة للنادي الاهلي وفارق اتنين. الاهلي بعزمته ببناته بلعباته بالكابتن حمدي الصافي جاب او فرق نقطتين اهو، 13 الاهلي 11 الزمالك. والارسال مع رايس رقم 5، ارسال من اعلى، يلا استقبال، اعداد زملكاوي وهتصد بالنادي الاهلي جميل، واعداد مره ثانيه من دعاء وضرب خلفي من ساره امين، محاوله مره ثانيه وادي ساره بتدافع وبتضرب خلفي، مش بسم الله ما شاء الله، نعدي الكره يا دعاء، وعدت الكره ومره ثانيه يلا نلعب والكره في ملعبنا، وادي ضربه خلفيه من ايه الشامي، محاوله مره ثانيه وفي خطا على نادي الزمالك، ونقطه للنادي الاهلي النقطه 14 ولا 14 وفارق 3 نقاط. الاهلي 14 11 اهو طالعه وفي خطا طبعا رجليها، عدت الخط رقم 18 دانا شوقي لعيبه النادي الاهلي، من ارسال من اعلى استقبال، اعداد زملكاوي ومحاوله مره ثانيه ودفاع من ايه الشامي، يلا يا دعاء، دعاء الغباشي بتلعبها كده بليسنج بالحته الفاضيه وتجيب النقطه 15 15 الاهلي 11 الزمالك. اهي بص طالعه زي ما بنقول ضحكت على حائط الصد الزوجي للزملكاوي ولعبتها فوق حائط الصد وفي الحته الفاضيه، ايه اللعيب الخلفي اللي هو المفروض بيغطي او اللعيبه الخلفيه اللي بتغطي على حائط الصد ما لحقتش الكوره، ونقطه للنادي الاهلي 15 الاهلي الزمالك 11 وفرقنا 4 نقاط زي ما انا قلت لحضراتكم، نتعادل ونفرق وان شاء الله ناخد هذا الجيم. ومحاوله من النادي الاهلي وهي دعاء الغباشي بتضرب مره ثانيه، ضرب ساحق زملكاوي ومحاوله ودفاع قوي من النادي الاهلي، ضربه ثانيه وايه الشامي بتدافع، دعاء الغباشي بتضرب ونقطه، نقطه للنادي الاهلي النقطه 16، ضربه على الليبر بتاع نادي الزمالك ايس النديم وبيجيب اهي بص طالعه وارتقاء وضرب، تسلم ايديك يا دعاء، اهي رقم 7 ايس النديم وبتجيب النقطة 16 16 11 وفارق 5 نقاط. وفي وقت مستقطع اعتقد احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك طلبه، طبعا في فارق 5 نقاط لصالح النادي الاهلي بعد ما كان النادي الزمالك متقدم بفارق 4 نقاط، والنادي الاهلي حمدي الصافي وجهازه الفني في وسط لاعباته هم كلهم واقفين مع اللاعبات، حتى اللاعبات الاحتياط بيشجعوا ويحفزوا اللاعبات اللي في جوه الملعب، وانتهى الوقت المستقطع الثاني اعتقد اللي طلبه الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك وجهازه المعاون، والتقدم للنادي الاهلي 16 11 نادي الزمالك، قمه في الكره الطايره السيدات بين فريقي النادي الاهلي والنادي الزمالك بالصاله 2 بمجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره، وايه ضربه ساحقه ودفاع عن الملعب من دعاء واعداد ومحاوله لتعديه الكوره الى ملعب نادي الزمالك، ومره ثانيه في دفاع اهو اهو، انا قلت لحضراتكم الدفاع عن الملعب، ونقطه للنادي الاهلي والنقطه 17، يلا يا بنات مبسوطين طبعا هم بالنتيجه قوي والاداء كويس ومتميز، اهو ساره امين بتضرب وبتيجي في الشبكه وبتنزل في ملعب نادي الزمالك والنقطه 17، فرحه طبعا، تسلم ايديك يا ساره، والدفاع عن الملعب صعب شويه، بنعدي الكره ببجر وادي مره ثانيه دعاء بتلعب الكره ومحاوله وحائط صد من مي غزال ولكن خارج الملعب من مي، حائط الصد الايد مفتوحه والنقطه رقم 12 لنادي الزمالك. الزمالك 12 الاهلي 17 فارق 5 نقاط، قلنا الاهلي استفاد من اخطائه في بدايه الشوط وقدر ان هو يغطي على حائط الصد
ويغطي على الضارب ويستقبل الكرة بالكرة الأولى جيدة ويعد ويضرب أهو. آدي النادي الأهلي ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 18 18 الأهلي. تسلم إيديكي يا مي، أهيها في الإعادة أهي، مي طالعة طبعا ومعاها دعاء الغباشي أهي. دعاء فين فين؟ على الخط على الخط. والنقطة 18 ويتقدم النادي الأهلي 18 الزمالك 12. 20 على الإرسال، دعاء محمد حسن من النادي الأهلي رقم 20 ديا من ناشئين النادي الأهلي وبتلعب تحت 18 سنة. ودعاء ايه؟ وضربة ساحقة وخطأ في الكرة مرتين، لمستها مرتين لدعاء. ونقطة لنادي الزمالك، النقطة 13. تسعتاشر على الإرسال، هنا الحسن محمد وإرسال من أعلى، استقبال النادي الأهلي، دعاء الغباشي، إعداد دعاء محمد، ومي غزال بتضرب مرة تانية نادى وليد، ودي دعاء الغباشي وحائط صد خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. تسلم إيديك يا دعاء مرة تانية، هي دعاء الغباشي طالعة وضربة وحائط صد خارج الملعب، والنقطة 19 الأهلي 19 13 نادي الزمالك في المباراة المقامة في صالة 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة، مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي والزمالك في ختام مباريات الدور ترتيب أو بيقول عليه ترتيب الفرق من الأول للثامن، طبعا عشان تحديد الفرق، لان اقيمت ثلاث مباريات قبل هذا اللقاء. دجله فاز 3-0، و اقول لحضراتكم سموحه فاز على الشمس 3-2، وسبورتنج فاز على الصيد 3-0. وادي محاوله من نادي الزمالك ونقطه لنادي الزمالك، النقطه 14. يلا ده المهندس ياسر قمر وبجواره كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بنادي الاهلي، ومعاه خالد ياسر عبد المنعم مدير عام الشؤون الرياضيه باستاد القاهره، وحسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الكره الطايره. طبعا معاهم المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره. واعداد من دعاء ومحاوله مره ثانيه، ايه الشامي بتضرب من اعداد خلفي كده، والنقطه 20 الاهلي 20 14 نادي الزمالك. اهي اعداد خلفي من دعاء، وايه طالعه وبتضرب وبتجهز كل قوتها وبتاخد البوشنج وبتضرب. تسلم ايديكي يا ايه، ونقطه النادي الاهلي 20. مي غزال رقم 14 على الارسال، استقبال زملكاوي، اعداد ومحاوله هناك وحائط صد ولكن خارج الملعب، ونقطه النادي الزمالك. دايما بنقول حائط الصد لازم نغطي عليه عشان نقدر ناخد نقطه. 20 الأهلي 15 الزمالك، إرسال زملكاوي، وهذه نقطة للنادي الأهلي، والنقطة 21 للنادي الأهلي. آية الشمع على الإرسال، آية هتلعب الإرسال من أعلى، ارسال طبعا بتلعبوا ايزي ايه طبعا بتضمنوا احسن. وادي محاوله من دعاء، وادي اعداد ندى وليد، ومحاوله من، ولكن في خطا على النادي على لاعبات النادي الاهلي، ونقطه لنادي الزمالك، النقطه 16 16 الزمالك، 21 النادي الاهلي. والارسال مع نادي الزمالك، كابتن فتحي احمد فتحي طبعا كان لابس الجاكيت و مرة تانية محاولة من لاعبات نادي الزمالك، وادي النادي الاهلي وضرب خلفي من آية، وادي ضربة ساحقة ودفاع عن الملعب قوي من آية الشامي. تسلم ايدك يا آية، ومحاولة مرة تانية ولكن بره الملعب، ونقطة. معلش هي عملت مجهود وراحت على الكورة، آية كانت عاوزة تجيبها وتدافع عن الملعب، ولكن خدت نقطة لنادي الزمالك.
الزمالك 18-21 وصلنا لثلاث نقاط كده. حمدي الصافي طلب اكيد وقت مستقطع طبعا، عايز يمتص حماس لاعبات نادي الزمالك، عايز يهدي لاعبات النادي الاهلي، عشان طبعا كده احنا عدينا ال 20 نقطه، فلازم نلعب بقى بحذر شويه وندافع كويس ونستقبل كويس الكره الاولى ونعد كويس وناخد نقطه، ما فيش كره نخطا فيها عشان اربع نقاط وناخد الشوط الاول. اكيد دي تعليمات الكابتن حمدي الصافي. الارسال مع نادي الزمالك لعيبه رقم 5 البرازيليه ميليكا، هتلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي ودعاء بتعد وضربه من رايس، ولكن في خطا على النادي الاهلي، لمس شبكه اعتقد من دعاء وهي بتعد ظهرها جت في الشبكه. 21-19 نقطتين يا جماعه، لازم زي ما قال الكابتن حمدي الصافي اكيد في الوقت المستقطع لازم ننفذ التعليمات. هي خارج الملعب ونقطه، ادي خطا اهو وناخد نقطه نادي الاهلي 22. يلا يا ساره، ساره على الارسال، نلعب ارسال ايزي يا ساره عشان يعدي. ساره امين على الارسال رقم 11، تلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد وضربه ساحقه خارج الملعب، خارج الملعب ونقطه 23. خطأين هما من نادي الزمالك بيستغلوهم النادي الاهلي وياخد نقطتين. 23 الاهلي 19 كده، الفارق اربع نقاط، نقدر ناخد النقطتين وناخد الشوط الاول ان شاء الله. ساره امين على الارسال رقم 11، ساره بتلعب ارسال ايزي عشان تضمن وصول الارسال، وادي محاوله مره ثانيه وحائط صد، ولكن الكره جت في عمود الشبكه، ولكن غصب عن لاعبات النادي الاهلي، ونقطه لنادي الزمالك النقطه 20. ورايحه فريده العسقلاني من نادي الزمالك على الارسال رقم 12، ارسال من اعلى، استقبال ونادى وليد ودعاء بتعد وضربه ساحقه من رايس بتيجي بحائط الصد وتبقى نقطه للنادي الاهلي. 24 الاهلي 20 الزمالك. تسلم ايدك يا رايس، اهو اكيد هيعمل تغيير الكابتن احمد فتحي، والارسال مع رايس، 24-20 ونقطه وينتهي اللقاء لصالح النادي الاهلي. هذا الشوط سوري، اهي نهله سامح نزلت عشان تلعب الارسال، نهله بتلعب ارسال، ارسال لا يا نهله، ما احنا منزلينك عشان تلعبي الارسال. نقطة معلش، النقطة دي 21 الزمالك، 24 الأهلي، والإرسال مع نادي الزمالك 18. دانا شوقي في تغيير أهو بيحصل، بس يا ريت المخرج زميلنا يجيب لنا أهو تغيير، 9 مكان 19، 9 اللي هي فريدة هشام مكان 19 اللي هي هنا الحسن محمد في نادي الزمالك. 18 على الإرسال، دانا شوقي ارسال منها على استقبال النادي الاهلي واعداد من دعاء هناك في مركز 4 ودعاء الغباشي، ومره ثانيه حائط الصد ونقطه للنادي الاهلي، والنقطه 25 وينتهي الشوط الاول لصالح نادي الاهلي 25-21. وطبعا فاصل ما بين الشوطين الاول والثاني دقيقتين، ونروح الى فاصل ونعود الى حضراتكم بعد انتهاء وقت الراحه بين الشوطين. نعود مره ثانيه إلى مباراة القمة بين فريقي الكرة الطائرة، بين النادي الأهلي والنادي الزمالك. الكرة الطائرة للسيدات، ودائما وأبدا مباراة الأهلي والزمالك في أي لعبة سواء كورة أو ألعاب أخرى، ألعاب جمعية، طائرة، يد، سلة، بتبقى دائما مباراة لها مذاقها الخاص ولها رونقها. هنا بننقل مباراة القمة بين النادي الأهلي والنادي الزمالك، ودي المباراة الثالثة في دوري الكرة الطائرة للسيدات. الأولى كانت لنادي الأهلي 3-1 في صالة النادي الأهلي، والثانية 3-1 في صالة نادي الزمالك لصالح النادي الزمالك. دي مباراة
من أجل الترتيب من الأول إلى الثامن، ولكن هي مباراة مش فاصلة أو حاجة، لا هي مباراة لتحديد المركز الأول والثاني بين فريقي النادي الأهلي والزمالك. الزمالك 16 نقطة، الأهلي الزمالك 18 نقطة في المركز الأول، الثاني الأهلي برصيد 16 نقطة، والأهلي خد الشوط الأول لصالحه 25-21، وكان فارق نادي الزمالك بأربع نقاط، كانت 8 النتيجة 8-4. أدي هيبقى على إيدك اليمين النادي الأهلي بزيه الأحمر والبنطلون الأسود، وأدي على إيدك الشمال فريق نادي الزمالك بالفانلة البيضة والبنطلون الأسود، على إيدك اليمين لاعبات النادي الأهلي أي الشام واحد، ندى وليد اثنين، ليبرو الفريق، دعاء الغباشي رقم 4، ديانا رايس رقم 5 المحترفة من بورتوريكو، بعد كده سارة أمين 11، مي غزال 14، ودعاء محمد معدة الفريق رقم 20. على إيدك على يسارك نادي الزمالك رقم 18 دانا شوقي، هنا الحسن محمد رقم 19، فريد العسقلاني رقم 12، ولاعبة ليبرو رقم 7 آيس النديم، وفريد هشام رقم 9، البرازيلية مليكة رقم 5، مريم متولي رقم 4، وادي رقم 10 من نادي الزمالك مايا ممدوح رقم 10، وادي الإرسال هيبقى مع نادي الأهلي على إيدك اليمين لاعبة رايس ديانا رايس رقم 5 المحترفة من بورتوريكو، والإرسال مع ديانا رايس، والإرسال أهو، وادي النادي الأهلي جاهز، وادي الحكم اللي يدير هذا اللقاء الحكم أماني رشيد، ومعاها تغريد خطاب حكم تاني، وهنشوف الشوط التاني هيصفر عن ايه. الشوط الاول خلص 25-21 لصالح النادي الاهلي، وادي استقبال من نادي الزمالك واعداده مره تانيه ومع خارج الملعب، والنقطه الاولى للنادي الاهلي، النقطه الاولى. بص ساره امين بتندي عليهم، يلا يلا نشجع بعض، تسلم ايديكي يا ريس، هم بيشجعوا بعض، الاحتياط بيشجعوهم. الارسال مع نادي الزمالك مع النادي الاهلي، رايس على الارسال، دانا رايس محترفه بورتوريكو من بورتوريكو، ارسال من اعلى، واحد الاهلي لا شيء نادي الزمالك، واعداد زملكاوي، ومحاوله من مليكه رقم 5، ونقطه التعادل، نقطه التعادل 1-1. ارسال من نادي الزمالك 18 دانا شوقي، تلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي ساره، عداد دعاء، ودعاء بتضرب ولكن خارج الملعب، لازم نقفل ايدينا يا دعاء شويه عشان نجيب نقطه. تعليمات اهو من الكابتن احمد فتحي للاعبات الزمالك، وتعليمات طبعا من الكابتن حمدي الصافي للاعبات النادي الاهلي. 2 الزمالك 1 النادي الاهلي، استقبال، وادي مرة تانية ومحاولة وحائط صد، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة التعادل. يلا بقى نفرق وناخد ونوسع الفارق لصالحنا، رايحة على الإرسال، دعاء محمد رقم 20، أهي اللي معدة أهي بتلعب لمي غزال، ولعبتها كده بترطيف صوابعها وجابتها في المنطقة الفاضية، دعاء محمد على الإرسال، معدة الفريق واستقبال مرة تانية، حائط صد جميل، مي غزال بدأت تتألق، يلا يا غزال، يلا يا غزال، مي غزال اهي حائط صد وتقدمت، وثلاثة اثنين النادي الاهلي. يلا دعاء على الارسال، دعاء محمد، دعاء على الارسال، بتلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، الزمالك مليكه مره ثانيه، وبتعدي طبعا بجر، يلا فرصتنا بقى نعد ونشوط وناخد نقطه. معلش معلش يا ايه، محاوله مره ثانيه ونقطه، نقطه التعادل، ما جراش حاجه، نعوضها نعوضها، 3-3 لسه، نعوض ونستقبل وناخد نقطه.
اماني على الحكم اماني بتدي صافره الارسال للاعيبه مليكه البرازيليه المحترفه في صفوف نادي الزمالك. استقبال اعداد دعاء سريع يا مي. مي تسلم ايديك يا غزال، تسلم ايديك يا مي. بدات تتالق مي غزال. الشوط الاولاني ما كانش ظاهر، ولكن الشوط ده بص اضطر كابتن حمدي الصافي يلجا للسريع من مركز ثلاثه اهو في الشوط الثاني، ومي غزال جابت نقطه، وده ثاني نقطه او ثالث نقطه جابتها في هذا الشوط. محاوله مره ثانيه من حائط الصد وتغطيه على حائط الصد. دعاء الغباشي تلعب الكره هناك في ملعب نادي الزمالك، واعداد خلفي. يلا ادي الدفاع عن الملعب اللي انا بقول عليه، والدفاع والتغطيه على حائط الصد، ومحاوله مره ثانيه نلعب. يلا يا جماعه ساره امين كانت ممكن تتصاب في الكره دي. 4-4 لسه قدامنا وهنعوض واحنا متقدمين شوط. فالارسال مع نادي الزمالك رقم 22 داليا المرشدي. 4-4 استقبال النادي الاهلي جميل من دعاء، وإعداد خلفي وضربه منها يا الشامي. تسلم ايديك يا ايه، تسلم ايديك يا ايه. ودعاء محمد طبعا يا اما تعد المي غزال وتلعب سريع. بص كانت طالعه معاها مي، لكن ادت خلفي وغيرت طريقه اللعب وادت لايه؟ لايه الشامي عشان ما الحائط الصد يطلع متاخر او عشان ما يطلعش، يبقى ده تغيير في الاداء يعني بيجيب نقاط. وادي النقطة الخامسة، مي غزال على الإرسال أهي. يلا يا غزال. مي بتلعب إرسال من أعلى، استقبال زملكاوي، إعداد هناك خلف كده، ومحاولة وتغطية على حائط الصد. وادي آية الشامي بتلعب الكرة مرة ثانية. آية مرة ثانية وثالثة. يلا يا آية. محاولة وحائط صد، نقطة نقطة للنادي الأهلي، النقطة الستة كده. يبقى إحنا إن شاء الله هنفرق، طالما فرقنا نقطتين يبقى في كده طمأنينة ان احنا نزود الفارق. وادي محاولة حائط الصد، انا اللي انا بقول لحضراتكم عليه حائط الصد قدر يقلل الفارق وتعادلنا وزودنا النقطتين فارق لصالحنا. ومي غزال على الارسال كلاكيت تاني مرة. يلا يا غزال، ارسال من اعلى، استقبال ومحاولة مرة تانية تغطية، ولكن جت متأخرة من مي. معلش تتعوض. 5-6 فارق نقطة. مايا ممدوح على الارسال اهو طالعه. معلش مي غزال راحت متاخره. مي على الارسال، مايا ممدوح رقم 10. لا بنت الكابتن ممدوح اسماعيل كانت في النادي الاهلي واتنقلت لنادي الزمالك. طبعا عالم الاحتراف بقى ادى الفرصه للاعبات واللاعبين الانتقال ما بين الانديه. ونقطه للنادي الاهلي من ايه الشامي المركز 2 بيهيوها وبيقول تسلم ايديك يا ايه، تسلم ايديك يا ايه. اهي طالعه، بص اهي بسم الله ما شاء الله طالعه الكوره وبتديها وبتضرب من اعلى نقطه وبكلوه ايديها وبتجيب نقطه، نقطه 7 ايه الشامي. يلا يا كابتن ايه. حكم المباراه كابتن اماني رشيد. استقبال ومحاولة من نادي الزمالك، وادي النادي الاهلي، ادي دعاء وبتضرب رايس، حائط الصد طالع زملكاوي، دفاع عن الملعب يعدي الكورة، خلوها بره الملعب، هي كانت بره الملعب، وضربة ساحقة وحائط صد كده. يلا يا جماعة لازم نغطي على الضارب. 6 الزمالك، 7 النادي الاهلي. اهو بص اهي اهي بص طالعه ساره امين وحائط الصد ما كانش فيه تغطيه على الضارب. معلش تعوض وفارق نقطه لصالحنا برضو. ارسال مع نادي الزمالك، استقبال النادي الاهلي. يلا بقى ناخد نقطه هنا اهو. يلا يا ساره، يلا يا ساره، تسلم ايديكي يا ساره، تسلم ايديكي. 8 الاهلي، 6 نادي الزمالك. ساره طالعه بالميعاد المظبوط في التوقيت المناسب وضربت من المعد اهي. بص اهي طالعه في الاعاده جميله جدا، وحائط صد مشروخ من نادي الزمالك، ونقطه للنادي الاهلي. الارسال مع النادي الاهلي، ساره امين. ساره امين على الارسال رقم 11،
تلعب ارسال قوي واستقبال من نادي الزمالك ومحاوله لازم نغطي يا جماعه في دبل كوره على نادي الزمالك والنقطه التاسعه للنادي الاهلي تسعه الاهلي سته الزمالك اهي هنخلي بالنا في دبل دبل اهي واضحه خالص وصفرت الحكم اماني صفرت عليها يعني كانت سريعه القرار اماني كابتن اماني واعداد مره ثانيه ومحاوله دفاع عن الملعب ولكن في خطا من لاعبات النادي الاهلي خطا شبكه والنقطة السابعة سبعة الأهلي سبعة الزمالك تسعة الأهلي والإرسال مع نادي الزمالك والأهلي فارق لو استمر على كده إن شاء الله ياخد هذا الشوط ويكون دفعة معنوية للشوط الثالث ادي استقبال إعداد دعاء وطلع دعاء الغباشي دعاء الغباشي ودعاء محمد الاثنين معدة وضاربة معلش حاط الصد تاتش بلوك وخارج الملعب ونقطة للنادي الزمالك وتايم اوت ولا لا هي الحكم بتدور على الكورة مش لاقية الكورة مفيش طبعا صبية ملاعب في المباراة 8 الزمالك 9 الاهلي فريد العسقلاني على الارسال استقبال النادي الاهلي اعداد دعاء ورئيس بتضرب يا تسلم ايديكي يا رئيس تسلم ايديكي 10 النادي الاهلي 8 الزمالك بصراحه رايس النهارده عامله شغل 10 على 10 اهي دعاء كمان المعده هي اللي بتشغل الضريبه المعده تلعب مره سريع لمي غزال وسهر امين ومره تلعب خلف الايه الشامي وبتلعب لديانا رايس المحترفه من بورتوريكو والتقدم لصالح النادي الاهلي 10 الاهلي 8 الزمالك ضربة ساحقة خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة 11 فارق ثلاث نقاط هم بيشجعوا بعض لاعبات النادي الأهلي مرة تانية أهو ضرب ساحق خلفي ولكن خارج الملعب خارج الملعب الإرسال مع النادي الأهلي ديانا رايس بتلعب الإرسال رقم 5 هتلعب من ارسال من اعلى هي لعبته ايزي عشان يعدي اهم حاجه يعدي ولعب وتلعب فني وفشل دفاع الزمالك في انقاذ الكره ونقطه للنادي الاهلي والنقطه 12 للنادي الاهلي 12 الاهلي 8 الزمالك وفارق اربع نقاط وديانا رايس كلاكيت تاني مره ورايحه على الارسال اهي محاوله من ليبرو الفريق من نادي ايسل ومحاوله مره ثانيه من اللاعبه المحترفه مليكه ولكن خارج الملعب والنقطه الثانيه عشر للنادي الاهلي في الشوط الثاني وفارق اربع نقاط وقت مستقطع اكيد طلبه الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك عشان يشوف بعض الاخطاء اللي هي في فرقه نادي الزمالك وطبعا حمدي الصافي اكيد بيطعم فرقته او بيزودها بالمعلومات. النادي الاهلي هيلعب ان شاء الله الجمعه القادمه يوم 10 مارس مباراه في دور الثمانيه في كاس مصر مع نادي هليوبلس في كره الطايره للسيدات. انتهى الوقت المستقطع لطلبه الكابتن احمد فتحي وديانا رايس على الارسال 12 الاهلي 8 الزمالك على الارسال اهي بتلعب ارسال من اعلى استقبال بتصعب هجوم او مهمه المنافس. وادي نقطة ضايعة معلش نعوضها ده نقطة نعوضها نخلي بالنا بقى من الأخطاء مش عايزين نخطئ أهو كابتن حمدي بيشاور لدعاء بيشجعهم بيشجع لعيباته إرسال من نادي الزمالك النادي الأهلي استقبال دعاء بترفع وبضربة ساحقة من دعاء الغباشي ونقطة للنادي الأهلي خدها أحد المصورين بره خدها فهو طبعا هي كانت بعيده خالص عن ان حد ينقذها ونقطه للنادي الاهلي النقطه 13 والزمالك 9 على الارسال لاعيبه النادي الاهلي دعاء محمد معده الفريق النادي الاهلي وبتلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد زملكاوي ضربه ساحقه وحق يا جماعه نغطي وبرافو برافو زي ما يكون بيسمعوا الكلام اهو نقطه نقطه هي الحكم حسبتها خارج الملعب ولكن مراقب الخط حسبتها داخل الملعب والقرار طبعا قرار الحكم الاول اللي هي اماني رشيد
ونقطة للنادي الزمالك 10، الزمالك 13، النادي الأهلي. وإرسال مليكة رقم 5 من الزمالك، استقبال النادي الأهلي ندى وليد، ومحاولة كده يا جماعة نخلي بالنا من الكرة الثانية بالذات، الكرة الثانية نحاول حتى نعديها. 11 الزمالك، 13 الأهلي. يلا احنا احسن، احنا فارقين، احنا متقدمين، واهو دفاع عن الملعب واعداد ضربة ساحقة قوية من دعاء الغباشي، ومحاولة في خطأ على لاعبة نادي الزمالك. دبل كرة او كرة مزدوجة، ونقطة للنادي الاهلي، النقطة 14 اهي، هنشوفها في الاعادة اهي اهي اهي، خطأ اهي، خطأ في الاعداد. 14 النادي الاهلي، 11 نادي الزمالك. ومحاولة من لاعبات النادي الاهلي لارجاع الكرة، وادي حائط صد، وفي دفاع عن الملعب من دعاء وآية مع بعض اهو، مرة تانية حائط الصد، وكده كنا يعني محاولة من لاعبات النادي الاهلي، ونقطة نقطة 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 للنادي الاهلي، والنقطة 15. تسلم ايديكي دعاء الغباشي، احنا عندنا اتنين دعاء في الملعب، بخلي بالنا، دعاء الغباشي ودعاء حسن، اهي لعبت ورفعت والكوره جت، نقطه للنادي الاهلي. 15 الاهلي، 11 الزمالك، ودعاء الغباشي على الارسال رقم 4، دي لاعبه منتخب مصر في الكره الشاطئيه، كره الطايره الشاطئيه، ومحاوله ودي حائط صد، ولكن كره ترد من تحت الشبكه الى ملعب نادي الزمالك، وتبقى نقطه للنادي الزمالك. 12 الزمالك، 15 النادي الاهلي. ادي لاعبات نادي الزمالك، وادي المسجلين، وادي الحكام مراقبين المباراه، كابتن مجدي حافظ. مره تانية النادي الاهلي اعداد، وضربه ساحقه وخارج الملعب من ايه الشامي، يا بطل يا بطل اهي، بص ايه بتاخد ارتقاء، بسم الله ما شاء الله، ارتقاء ووزب، وتضرب وبتجيب الكره في المكان الفاضي، تسلم ايديك يا ايه. 16 الاهلي، 12 الزمالك، ومي غزال على الارسال، مي لعبت كام كره في الاول كده سريع ووقفت شويه، اكيد في تعليمات من الكابتن حمدي الصافي، ومحاوله مره ثانيه ودفاع، بص ايه الشامي اخطبوط في كل مكان، في كل مكان بتلعب، خطا، كره مزدوجه او كره دبل من معد النادي الاهلي، وخطا وارد. 13 الزمالك، 16 النادي الاهلي، نستمر على هذا الفارق، يلا يا بنات وناخد الجيم ده. استقبال كده من النادي الاهلي، ساره امين، اعداد دعاء، وايه بتضرب، بص تضرب فوق حائط الصد، يا اما تضربها، يا اما تلعبها بليسنج، يا اما تضربها في المكان الفاضي، اهي طالعه، بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديك يا ايه. محاوله مره ثانيه وضرب وحائط صد ونقطه، ولكن خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة للنادي الزمالك، النقطة 14. أنا متهيألي كابتن حمدي الصافي هيحاول يطلب وقت مستقطع عشان أكيد في بعض الأخطاء لو النقطة دي خدها الزمالك. استقبال النادي الأهلي، محاولة وإعداد من دعاء، وطلع سارة أمين، ونقطة من سارة، تسلم ايديك يا سارة، تسلم ايديك يا بنت. 11 سارة، رقم 11، وبتجيب النقطة 17. آية الشامي على الإرسال، آية هتلعب إرسال قوي، أهو بتلعبوا إيزي، وأهم حاجة بتصعبه وبتعديه، أهم حاجة تعديه ملعب نادي الزمالك، ويبقى محاولة من دعاء، ورايس طالعة وتاتش بلوك، ونقطة للنادي الزمالك. ادي النتيجه امام حضراتكم على الشاشه اهي، 17 الاهلي، 15 الزمالك، والشوط الاول لصالح النادي الاهلي 25-21. الارسال زمالك، 19 على الارسال، هنا الحسن محمد تلعب ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، اعداد دعاء، وتضرب ساره امين، ولكن شبكه من ساره وهي طالعه تضرب شبكه، ونقطه وفارق نقطه اهو، بص بص
خطأ من دعاء لأنها رجليها عدت ملعب نادي الزمالك ولمست الشبكة وهي راجعة برجليها. 16 الزمالك 17 الأهلي، بقينا فرق نقطة واحدة بعد ما كنا فارق أربع نقاط. وقلنا نهدى ونخلي بالنا من الأخطاء، في كده اختبار لبعض القوى، كرات يختاروا الكرة اللي تناسب المباراة. وإرسال من نادي الزمالك، استقبال الأهلي، إعداد، وقت في تغيير اتعمل، طلعت دعاء ونزلت نهلة سامح رقم 9، لا شريف فؤاد سوري رقم 9. ونقطة التعادل هو كان شايف الكابتن حمدي صافي اللي كنت لسه بقول لكم هيعمل تغييره وطلب وقت مستقطع بعد الوصول إلى نقطة التعادل. هو أنا كنت بقول لحضراتكم من نقطتين كان عايز يغير، وفعلا غير دعاء محمد ونزل شروق فؤاد معدة الفريق، وطلب وقت مستقطع بعد التعادل 17-17. هو شايف إن فرقته فيها بعض، الكابتن حمدي ادى تعليماته وانتهى الوقت المستقطع. اهو زي ما احنا شايفين في ارض الملعب اهي شروق فؤاد ونجلاء اهي دعاء محمد حسن اللي هي معد الفريق، في تعليمات كده من ياسر صلاح بيقول لها التعليمات اللي هي وقعت فيها او الاخطاء عشان تخلي بالها وتاخد اعصابها وتاخد نفسها وهينزلها تاني اكيد. استقبال دعاء ساره واعداد من شروق، رئيس محاولة مرة تانية، محاولة مرة تالتة، ندى وليد، شروق فؤاد، ضربة ساحقة من سارة أمين، وهذه مرة تانية آية الشامي، وإعداد، وسارة أمين طالعة بتعدي الكورة. ملعبات الأهلي قالوا بيحسين إن كان في كورة كده عدت لصالحهم. وهذه مرة تانية دفاع عن الملعب من آية الشامي، برافو يا آية. مرة تانية ضرب خلفي من لاعبة النادي الأهلي دعاء الغباشي، وادي شروق فؤاد، وادي سارة أمين بتضرب مرة تانية دفاع أجيم بول، لأن لاعبة سارة أمين وهي بتضرب وقعت، والحكم أماني رشيد كانت خايفة تكون في إصابة لأن هي وقعت، فعملت أجيم بول، خلتها أجيم بول أهي اهي. بص ضربت وهي بتضرب، بص في احتكاك حصل من تحت، في اعتراض ان الكوره بتاعه النادي الاهلي عجين بول وبتاع لاعبات الزمالك عايزه تاخد الكوره لصالحهم. طبعا القرار الاخير والنهائي لاماني رشيد حكم اهي 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 اهي. أجيم بول حسبتها الحكم أماني، تعدية من لاعبات النادي الأهلي ونقطة لنادي الزمالك. سارة أمين عدت الملعب وحسبت نقطة، 18 الزمالك 17 النادي الأهلي. إرسال من نادي الزمالك، استقبال الأهلي، إعداد، شروق، وضربة ساحقة وعوضنا النقطة في ثانية. يلا يا بنات تسلم ايدك يا ساره، ربنا يحميك يا بنت. اهو شروق فؤاد بتعد وبتضرب ساره امين، بسم الله ما شاء الله، قبل نهايه الخط بسنتيمترات. 18-18، وادي الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي. ساره امين على الارسال، الكوره ما تعديش ونقطه لنادي الزمالك. يلا يلا سهلا نعوضها، تشجيع من شروق فؤاد اهي معد الفريق. خرجت الليبرو لنادي الزمالك ونزلت البديل ليها كروس بتاعها، استقبال واعداد شروق فؤاد، وبتلعب الكره كده بليسنج عشان، ومحاوله من دعاء الغباشي، اعداد ودفاع، ضربه ساحقه وحائط صد، ونقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل، نقطه التعادل. 19 الاهلي 19 الزمالك اهي، ادي شروق فؤاد بتعد، طلع دعاء الغباشي رقم 4 بتضرب وبتيجي في حائط الصد وبتنزل الملعب قبل ما الدفاع الزملكاوي يوصل للكوره. رئيس على الارسال، استقبال، اعداد مره ثانيه، ومحاوله من نادي الزمالك، ونقطه لنادي الزمالك، والنقطه
20-19 النادي الاهلي. اهو طلع اهي مليكه، بص ضربه جت في حائط الصد، جت بموازيه الشبكه ونزلت ارض ملعب النادي الاهلي. استقبال من النادي الاهلي، اعداد شروع ومحاوله من مي غزال ولكن ما جاتش سريع دي، حائط صد ودفاع عيا الشامي رجعت ورا اهي وبتدافع. يلا يا دعاء مره ثانيه ومحاولات الدفاع، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل. 20 الاهلي 20 الزمالك. يلا احنا كنا فارقين يا جماعه بفارق 4 نقاط واحنا بعد الاخطاء، ولكن حاولنا ورجعنا تاني وتعادلنا. وادي شروق فؤاد رقم 9 معدة النادي الاهلي، وادي ارسال استقبال نادي الزمالك، اعداد وضربه ساحقه، نحاول نوقف الضربات الساحقه من مليكه دي عشان نقدر ناخد اللي احنا عايزينه. حائط صد ونقطه للنادي الزمالك. 21 الزمالك 20 الاهلي. لازم نرجع الكابتن حمدي صافي يلعب سريع عشان ياخد 4 نقاط كده متتاليه ولا حاجه يا جماعه، لانه لعب سريع. ومي غزال جابت نقطتين ثلاثه ورا بعض في بدايه الشوط ورجع رجعها تاني وما بقتش تشوط سريع. اهو اعداد اهي اهي مي وطالعه ايا الشامي، ولكن في حائط صد قوي من نادي الزمالك. ايا الشامي تاني تضرب مرة خلفي ومحاولة نعدي الكورة، أهم حاجة الكورة تعدي ملعب نادي الزمالك، ومحاولة تاني ونقطة لنادي الزمالك. النقطة 22 النقطة 22 لسه فاضل 4 أو 3 نقاط يا جماعة. 22 الزمالك 20 الأهلي. نخلي بالنا بقى من الكورة اللي جاية دي، لو خدنا احنا النقطة دي هيبقى في كلام تاني، ووقت مستقطع طلبه الكابتن حمدي الصافي. أهو 22 الزمالك 20 النادي الاهلي. بيغيب عن النادي الاهلي المحترفه الثانيه اللي هي هقول لحضراتكم عليها دلوقتي، كارينا اكيسو عندها غضروف، وبتغيب علياء هاني، وبيغيب عن نادي الزمالك مريم مصطفى عندها وتر اكيلوس اللي هي ليبرو نادي الزمالك، ومحاولة من لاعبات النادي الاهلي. انتهى الوقت المستقطع والارسال مع نادي الزمالك. ناخد بقى النقطة دي، ناخد الاستقبال ده. ايوه كده، يلا يا شروق، يلا يا آية، يلا يا آية، يلا يا آية، تسلم ايديكي يا آية، تسلم ايديكي يا آية، ربنا يحميكي وليكي ولابوكي حمدي الشامي المدير الفني السابق نادي الشمس. عائلة رياضية، باباها مدير الفني او والدها المدير الفني لنادي الشمس السابق، وباختها انجي الشامي وهي ايه الشامي. والنقطه 21 للنادي الاهلي. مره ثانيه نحاول بقى، ايوه كده ايوه كده، ناخد نقطه التعادل يا جماعه. يلا يلا، انا هنوقف مليكه دي لان مليكه دي بتضرب قوي، مليكه يا جماعه بتضرب قوي. ارسال من نادي الزمالك، استقبال النادي الاهلي، اعداد. يلا يا شروق، يلا يا ايه، يلا يا ايه، نقطه للنادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي، ونقطه 22 فارق نقطه. يلا نعوضها، يلا 22 الاهلي 23 الزمالك. قلت لحضراتكم بسم الله ما شاء الله، ايه الشامي اخطبوط، ربنا يحميكي. يلا الارسال مع مي غزال، مي غزال يلا يا مي، ارسال من النادي الاهلي، استقبال زملكاوي، واعداد ومحاوله تغطيه، نعدي الكوره ونخلي بالنا يا جماعه. يلا النقطه دي، يلا النقطه دي، ارسال من اعلى مره ثانيه اهو، وحائط صد ودفاع عن الحائط الصد مره ثانيه. يلا يا ساره، يلا يا ساره، ونقطه التعادل، نقطه التعادل 23 23. تسلم ايديك يا ساره، برافو ساره. 23 الاهلي 23 اهي ادي اهي
شروق فؤاد رفعت اثاره هناك في مركز اربعه وطلعت وجت وحققت الصد وخرجت ونقطه للنادي الاهلي. نقطه التعادل، نقطه التعادل. ادي ادي التهنئه ما بين اللاعبات والفرحه بالتعادل 23-23 اهو. يلا اهو وقت مستقطع اكيد طلبه الكابتن احمد فتحي طبعا عشان يمتص حماس لاعبات النادي الاهلي. والتعادل طبعا الماتش ده او الشوط ده ماشي سجال ما بين الفريقين زي ما احنا حضراتكم شايفين. كل الفنيات وكل الاداء وكل التحليل ان شاء الله هيكون بعد المباراه مع الكابتن هيثم السعيد ونجمتا النادي الاهلي السابقتين منى عدي، كابتن منى عدي والكابتن ندى ايمن. وارسال من النادي الاهلي ومحاوله من نادي الزمالك. نخلي بالنا احسن. يلا بقى نهدي بقى ونضرب. يلا يا ايه يلا يا ايه. جت في جت في الشبكه، جت في عصا الشبكه ونقطه لنادي الزمالك. نعوض. يلا لسه قدامنا فرصه. 24 الزمالك، في تغيير لنادي الزمالك 18 داخله وخارج رقم 15. 18 في الزمالك اللي هي دانا شوقي و15 اللي هي نوران احمد، وعلى ارسال رقم 10 مايا مندوح. النادي الاهلي هيستقبل الكوره واستقبال. يلا نعد بقى. يلا برافو برافو برافو. تسلم ايديك يا ريس. المحترفه من بورتوريكو ديانا ريس. ونقطه التعادل 24-24. ضربه ساحقه قويه. تسلم ايديك يا ريس. نقطه التعادل. يلا 24-24 واحنا واخدين الشوط الاول 25-21. هيا الشامي استقبال اعداد. نخلي بالنا من الضرب السريع. مركز ثلاثه 25 الزمالك 24 الاهلي. يلا نخلي بالنا من الارسال اللي جاي بقى. ارسال اللي جاي استقبال النادي الاهلي. اعداد ضرب ساره امين ومحاوله مره ثانيه حائط صد. يلا يا جماعه معلش. شوط هنا وشوط هنا. 26 لنادي الزمالك 24 النادي الاهلي. الشوط الثاني التعادل ما بين الفريقين في قمه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي والزمالك الكره الطايره سيدات. وفاصل ونعود لحضراتكم مره ثانيه. معكم في الشوط الثالث من قمة الكرة الطايرة سيدات بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، الشوطين الأول والثاني انتهى. الشوط الأول لصالح النادي الأهلي 25-21، الشوط الثاني 26-24 لصالح نادي الزمالك. النادي الأهلي طبعا ظهر في الشوط الأول وكان متقدم نادي الزمالك، ولكن تعادل النادي الأهلي وفرق النادي الأهلي في الشوط الأول وخد الشوط الأول. الشوط الثاني برضه كان فارق 8-4. بعد كده تعادل نادي الزمالك وقدر ان هو كان متقدم من النادي الاهلي لحد النقطه 20، ولكن قدر نادي الزمالك يتعادل وياخد هذا الشوط الثاني اللي هو 26-24. على ايدك اليمين في الشوط الثالث مباراه الكره الطايره في جدول الترتيب او الدور القبل اللي هو الدور الثاني للترتيب. الفرق كرة الطايرة الممتاز أنيسات من الأول حتى الثامن. الأهلي على إيدك اليسار بزيه الأحمر والشورت أو البنطلون الأسود، ونادي الأهلي ونادي الزمالك على إيدك اليمين بزيه والفانلة البيضاء والشورت أو البنطلون الأسود. يدير هذا اللقاء الحكام الدوليين كابتن أماني رشيد حكم أول، وكابتن تغريد خطاب حكم ثاني. المدير الفني النادي الاهلي حمدي الصافي حاول ان هو يقلل الاخطاء. امام حضراتكم رئيس الاتحاد المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره بيشاهد هذا اللقاء، وبجواره كابتن حسن عابد وياسر عبد المنعم، حسن عبد المدير التنفيذي وياسر عبد المنعم مدير الشؤون الرياضيه بنادي بهيئه استاد القاهره. ورجعنا للقاء او الشوط الثالث في اللقاء، وطبعا ادي اللاعبات في الملعب.
على ايدك اليمين نادي الزمالك، على ايدك اليسار نادي الاهلي بزيه الاحمر، وادي لاعبات النادي الاهلي. شروق فؤاد طبعا خرجت ونزلت تاني دعاء محمد معد الفريق، وموجوده ديانا رئيس رقم 5 و سارة أمين ومي غزال ودعاء محمد معدة الفريق. وهذه النقطة الأولى للنادي الأهلي، النقطة الأولى للنادي الأهلي بياخدها النادي الأهلي أهو. هنشوفها في الإعادة تاني، هنشوفها في الإعادة. لو أدي دعاء محمد معدة الفريق اللي خرجها الكابتن حمدي الصافي، ينزل مكانها شروق فؤاد في الشوط الثاني، والارسال من اعلى مع دعاء محمد خارج الملعب. يا دعاء خارج الملعب، ونقطه في اعتراض ان هي داخل الملعب. اهي اهي هنشوفها مره ثانيه في الاعاده، هنشوفها في الاعاده. واحد واحد، والارسال مع نادي الزمالك، ارسال من اعلى، وادي محاوله مره ثانيه، وادي ايه دعاء محمد وضربه ساحقه ومحاوله للتعديه من نادي الزمالك. وماليكا، لازم نوقف ماليكا يا جماعه، لازم نوقف ماليكا رقم 5 المحترفه البرازيليه في النادي الزمالك. محاوله مره ثانيه ايه من دعاء، واعداد من ندى وليد، ودعاء الغباشي بتلعب بليسنج كده، تسلم ايديك يا دعاء، وبتجيب النقطة الثانية. أهو أهي ندى، ندى ندى إيه؟ بتلعب أو بتعد صوابع، وأدي دعاء لعبتك بليسنج كده في الحتة الفاضية، زي ما بيقولوا بالحتة الفاضية. دعاء الغباشي، 2 الأهلي 1 نادي الزمالك مرة ثانية، وأدي ضربة ساحقة، مي غزال طلعت في الوقت المناسب وعملت حائط صد ولا اروع ولا احسن من كده. 3 الاهلي 1 الزمالك. الاهلاويه الشوط الثالث نازلين، والشوط دول نفسهم مفتوحه، ولكن نقطه لنادي الزمالك. 2 الزمالك 3 النادي الاهلي. الارسال مع نادي الزمالك، 22 على الارسال اهي. داليا المرشدي، استقبال النادي الاهلي، آية الشامي، واعداد وضربه ساحقه من الاخطبوط الاهلاوي آية الشامي، وتجيب النقطه الرابعه. 4 الاهلي 2 الزمالك. ومي غزال على الارسال، مي غزال رقم 14 لاعبه النادي الاهلي، هتلعب ارسال من اعلى. 4 الاهلي 2 الزمالك، استقبال نادي الزمالك، اعداد هناك وضرب خلفي من ماليكا. ماليكا دي بتضرب من كل مكان، وادي مره ثانيه لاعبه الاهلي ساره امين من مركز 4 ومحاوله وخارج الملعب، خارج الملعب. ونقطه للنادي الاهلي، النقطه الخامسه. 5 الاهلي 2 الزمالك. مي غزال على الارسال رقم 14، يلا يا مي، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال نادي الزمالك، واعداد خلفي وضربه ساحقه. قلت لحضراتكم رقم 10 ديا بتضرب كويس، مايا ممدوح برضو، هي وماليكا بيضربوا من مركز 2 ومركز 4، وادي نقطه لنادي الزمالك اهي. اعداد خلفي اهي، المعده رقم 15 نوران احمد. استقبال نادي الاهلي، واعداد وضربه ساحقه وحائط صد، ولكن بتنزل ملعب النادي الاهلي. لازم يبقى في تغطيه يا جماعه على على الضرب الساحق كويس جدا عشان الكره ما تضيعش. 4 الزمالك 5 النادي الاهلي. معلش نصلح ونعوض، يلا. ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي اهو، استقبال مش حلو، ولكن معلش نعدي الكرة. مي غزال بتضرب الكرة، ودعاء الغباشي بتشوط، محاولة من دعاء اهي، دعاء محمد، وتضرب سارة أمين. ما لازم يبقى في إعداد كويس عشان نقدر نلعب ونعدي الكرة، مش معقولة يعني. معلش يلا، 5-5 لسه الدنيا في صالحنا ونلعب. والإرسال
مع نادي الزمالك 5-5. انا بيتهيألي الكابتن حمدي الصافي يطلب وقت مستقطع عشان يشوف الاخطاء. 5-5 الاهلي والزمالك في قمه الكره الطايره للسيدات في الدوري الممتاز لتحديد ترتيب المراكز من الاول الى الثامن، وهذا اللقاء لترتيب او لمعرفه من الاول ومن الثاني في، وبعد كده هيبقى في قرعه ان شاء الله الاسبوع القادم اللي هي بيست اوف 3، هيبقى قرعه الاربعه الاوائل اللي هي الاهلي والزمالك والشمس. وادي محاوله مره ثانيه من لاعيبه النادي الاهلي دعاء محمد، ودي ضربه خلفيه من مي غزال مره ثانيه، والكره ما زالت في الملعب، دفاع عن الملعب. معلش ما لحقتش الكوره رايس، ما لحقتش الكوره. هيبقى الاربعه الاوائل اللي هم الاهلي والزمالك وسبورتك والشمس، والاربعه اللي تحتيهم وادي دجله وسموحه والصيد والزهور. احنا عرفنا كان في ثلاث ماتشات قبل هذا اللقاء، سموحه فاز على الشمس 3-2. ارسال خارج الملعب من نادي الزمالك، ونقطه التعادل من النادي الاهلي 6-6. وادي دجله فاز على الزهور 3-0 برضو. وادي دجله وضربه ساحقه ومحاوله من ندى وليد، وبتلعب ومره ثانيه اهو خارج الملعب. ونقطه للنادي الاهلي ونقطه التقدم 7 الاهلي 6 الزمالك. الارسال مع النادي الاهلي، ايا الشامي اخطبوط النادي الاهلي، انا مسميها الاخطبوط وربنا يديها الصحه. تسلم ايديك يا ايا. ايا الشامي بتلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد، وادي محاوله مره ثانيه ونقطه للنادي الاهلي. يلا يا بنات، 8 الاهلي 6 الزمالك، 8 الاهلي. كلاكيت تاني مره، يلا يا ايا يا شامي اهي، طالعه اهي مليكه وبتجيبها في الشبكه. نقطة للنادي الأهلي، النقطة الثامنة، 8 الأهلي 6 الزمالك، وأدي أهو محاولة من لاعبات نادي الزمالك لإدراك التعادل، أدي النادي الأهلي، ضربة ساحقة، أيوة كده تغطية على حائط الصد وعلى الضارب. مرة ثانية محاولة من ضرب خلفي كده من مي من دعاء الغباشي، ولكن بتيجي في الشبكة، والنقطة السابعة لنادي الزمالك. كده يبقى الترتيب الثالث سبورتنج 15 نقطة، الشمس الرابع 10 نقاط، الخامس وادي دجلة 9 نقاط، سموحة 7 نقاط، السادس الصيد السابع 5 نقاط، الزهور نقطة واحدة. استقبال النادي الأهلي وإعداد دعاء، يا جماعة نغطي على الضارب، لازم نغطي على الضارب، والنقطة السابعة. سبعة الزمالك، ثمانية الأهلي والزمالك، التعادل. إرسال من أعلى واستقبال أهو، إحنا ضيعنا نقطتين الفارق، عايزين نعوض تاني. أحسن، برافو، تسلم إيديك يا سارة. سارة لعبتها صح، لعبتها كده بذكاء، وده النتيجة هي تقدم النادي الأهلي 9 والزمالك 8. سارة أمين على الإرسال، في اعتراض من لاعبات نادي الزمالك على الكره اللي عدت اهي، كلام مع حكم اللقاء اماني رشيد، خلاص انتهى الاعتراض، ونقطه للنادي الاهلي. والارسال مع نادي الاهلي، استقبال زملكاوي واعداد ضربه ساحقه، وقدرنا نكسر الارسال بتاع مليكة، وبرافو آية الشامي. مره ثانيه خارج الملعب مليكة بتضيع اهي يا جماعة، مرة نكسر ومرة تضيع، وخدنا النقطة العاشرة. 10 النادي الأهلي اهي، بص اهي خرجت بره الملعب، 10 النادي الأهلي
8 الزمالك، والارسال ساره امين. كلاكيت ثالث مره ساره، ارسال من اعلى، استقبال نادي الزمالك. مليكة بتعد وفريدة بتعدي، وادي النادي الاهلي دعاء مره ثانيه رايس، وطلع دعاء الغباشي ضربه ساحقه قويه، ولكن في استبسال من نادي الزمالك في الدفاع، ومره ثانيه دعاء الغباشي من مركز اربعه. محاوله مره ثانيه ندى وليد ما لحقتهاش ايه الشامي، ونقطه لنادي الزمالك، النقطه التاسعه، معلش نعوضها. والارسال مع نادي الزمالك، 9 الزمالك 10 النادي الاهلي. العسقلاني على الارسال، فريده العسقلاني. مباراة قوية، مباراة حماسية، مباراة ممتعة كل المقاييس. الفرقتين كل فرقة عايزة تفوز عشان تتصدر الدوري. وضربة ساحقة قوية من رايس، تسلم ايديك يا رايس. محترفة من بورتوريكو في صفوف النادي الاهلي. ارسال من رايس على الارسال، واستقبال مره ثانيه من نادي الزمالك، وضربه ساحقه. يا جماعه عايزين نكسر الارسال، عايزين نكسر الارسال ده. 10 الزمالك 11 النادي الاهلي. لسه احنا الدنيا لصالحنا والفارق لصالحنا، ونلعب مره ثانيه، نجمع قوانا. يلا يا جماعه كوره، دي الكوره دي على طول، نكسر الارسال ده. ارسال من اعلى، اهي استقبال، اعداد مره ثانيه، ومي غزال بتلعب الكره وعائد صد، ومي ودعاء الغباشي بتضرب من مركز اربعه محاره ثانيه. انا قلت يا جماعه لازم نوقف مليكه دي. 11 11، التعادل، الفرصه قدامنا لسه عشان نتقدم. نستقبل كويس ونعد كويس ونضرب، ونضرب في المكان اللي يكون فيه فاضي او مكان لاعبه يكون الاستقبال بتاعها ضعيف. الكوره ما جاتش لحد دلوقتي، كل ده وقت من المباراه. المراقبه، هي مراقب الخط هي اللي راحت ودت الكوره للاعيبه. ارسال من اعلى، خارج الملعب، خارج الملعب. يلا يلا، نقطة بقى لصالحنا. 12 الأهلي 11 الزمالك، والإرسال مع دعاء رقم 20، دعاء محمد حسن. يلا يا دعاء، إرسال من أعلى خارج الملعب، محدش أحسن من حد. تعادل 12 12. اتناشر اتناشر، استقبال، وادي محاولة ضرب سريع. رجعنا بقى للضرب السريع، وانا قلت لحضراتكم ان الضرب السريع لازم عشان نرجع للمباراة ونتقدم مرة تانية. اهو طالعة مي غزال، بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديك يا غزال، تسلم ايديك يا غزال. مي غزال بتجيب النقطة رقم 13، وعلى الارسال دعاء الغباشي رقم 4. استقبال، محاوله مره ثانيه. يا جماعه نخلي بالنا، نخلي بالنا من الارسالات القويه من مركز 4. نقطه التعادل لنادي الزمالك. الارسال مع نادي الزمالك، والتعادل 13 13. المسجل ممكن يكون بطيء شوية، احنا نسينا نقول لكم ان النادي الاهلي للكرة الطايرة رجال فاز امس بالبطولة العربية رقم 21، رقم 41 اللي اقيمت بالصالة المغطاة، وفاز 3 لعيبة من النادي الاهلي باحسن او افضل لعيبة، منهم احمد صلاح، احمد سعيد،
محمد عادل دولة، أحمد سعيد كان أفضل لاعب شامل، أحمد صلاح أفضل لاعب في مركز 2، ومحمد عادل دولة أفضل لاعب في مركز 3 اللي هو سنتر بلوك. ونقطة للنادي الأهلي يا سارة يا مي، يلا يا بنات يلا، التقدم للنادي الأهلي 14 الأهلي أهي. دعاء وادي مي غزال بتضرب وجاي على الخط بالمظبوط. يلا يا مي، مي غزال لو لعبت سريع هتجيب النتيجة لصالحنا بإذن الله. 14 الأهلي 13 الزمالك، والإرسال مع مي غزال، استقبال إعداد خلفي ومحاولة وقاعد صد قوي للنادي الأهلي، أحسن من نقطة 15، النقطة 15 للنادي الأهلي أهو، أهي إعداد خلفي وطالعين ثنائي رايس و سارة أمين، وجابوا النقطة رقم 15. وقت مستقطع طلبه الكابتن أحمد فتحي مدير الفني لنادي الزمالك، وأدي الكابتن حمدي الصافي أمامنا أهو على الشاشة، وأدي أهو نادي الزمالك، وكابتن حمدي الصافي طبعًا أهو أمام حضراتكم بيدي تعليماته، وعشان إحنا فارقين نقطتين وعايزين نستمر على هذا الفارق عشان نفوز بهذا الشوط، يبقى فاضل شوط كمان ونفوز بهذا اللقاء ونتصدر الدوري الممتاز ألف للسيدات الكرة الطايرة. انتهى الوقت المستقطع ونزلت اللاعبات أرض الملعب، ومي غزال على الإرسال، يلا يا غزال. الحكم الثاني تغريد خطاب بتشاور الحكم الأول أمان الراشد، قول لها تمام. اللاعبات نزلت أرض الملعب، مي غزال على الإرسال، مي تلعب إرسال قوي، استقبال نادي الزمالك، إعداد، يلا يا جماعة يلا دعاء. وادي ما آية شامة هتعدي الكرة طبعا، لأن ما فيش هنا، مش هينفع تشوط هنا، الدفاع يا جماعة نخلي بالنا خلي بالنا. نقطة لنادي الزمالك، والنقطة 14 14 مايا ممدوح على الارسال رقم 10، والتقدم والزمالك 14 الاهلي 15، ارسال من اعلى، استقبال مي غزال، دعاء، وايه الشامي بتضرب، تسلم ايديك يا ايه مره ثانيه، ومحاوله دو ونقطه، ومحاوله مره ثانيه من ساره امين لاكتساب نقطه. وادي اهو لسه بقول لحضراتكم الدفاع، نلعب مره ثانيه ندى وليد، وايه الشامي بتضرب، والدفاع عن الملعب في لخبطه في نادي الزمالك، واستقبال نادي الاهلي، ايه الشامي دعاء، وبتعدي الكوره ساره امين، ومره ثانيه والكوره سجال ما بين الفريقين. دعاء هتعد هناك خلفي لايه الشامي، ما خدتش بالها ولعبتها كده بالبوكس وعدتها، اهم حاجه تعديها. مره ثانيه دعاء، ندى، ومره ثالثه يا الشامي يا ولد، اخطبوط هي يا عيني تنفست في اعضائها، خدت أمام حضراتكم أهي، نهت النقطة، نهت الكرة بنقطة، نقطة جميلة أهي، طالعة وضربت، خافت تعدي طبعًا خط النص عشان ما تحسبش عليها نقطة، وتقدم والتقدم للنادي الأهلي 16-14 لنادي الزمالك. وأدي آية الشامي تاخد نفسها في اللعب، لما جابت النقطة تنفست الصعداء آية الشامي، استقبال نادي الزمالك، إعداد، ومحاولة مرة تانية من ندى وليد، إعداد دعاء، سارة أمين خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، حائط صد خارج الملعب، 17 الأهلي 14 نادي الزمالك، ثلاث نقاط فارق. أبص أهي سارة طالعة وحائط الصد، جت في إيد حائط الصد وخارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، 17 الأهلي 14 النادي الزمالك. وآية الشامي كلاكيت تاني مرة على الإرسال، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد نادي الزمالك، وضربه ساحقه ومحاوله حائط الصد الاهلاوي، ونقطه، نقطه للنادي الاهلي في خطا على الشبكه من لاعبات نادي الزمالك، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 18، يعني احنا وصلنا الفارق اربع نقاط، قلت لحضراتكم اهي، بص اهي طالعه اهي وعدت رجليها، عدت الملعب خط المنتصف، رقم 19 من نادي الزمالك هنا الحسن محمد.
هي بعد ما شاطت ونزلت ادي وقت مستقطع اكيد طلبه الكابتن احمد فتحي المدير الفني نادي الزمالك. وادي لاعبات النادي الاهلي امام حضراتكم. وادي لاعبات نادي الزمالك وان التقدم فارق 4 نقاط، 18 الاهلي 14 الزمالك، وانتهى الوقت المستقطع اللي مدته 30 ثانيه نص دقيقه. والارسال مع النادي الاهلي، 18 الاهلي 14 الزمالك. ده الشوط الثالث، طبعا لو الاهلي خد الشوط هيبقى 2-1، هيبقى فاضل شوط واحد ولا ان شاء الله بالتوفيق. وايه الشامل اخطبوط النادي الاهلي، ارسال من اعلى، ايه استقبال اعداد خلفي وضربه ساحقه، وفي دفاع عن الملعب يا جماعه اهو. معلش ايه تعبت شويه للشوط ده، بتلعب من اول المباراه وبتبذل مجهود جامد جدا. 15 الزمالك 18 الاهلي، والارسال مع نادي الزمالك. 15 الزمالك و18 الاهلي، 3 نقاط فارق. ارسال من اعلى، استقبال، دعاء ساره امين. يا ولد تسلم ايديك يا ساره، يا صعصع تسلم ايديك يا ساره، ربنا يحميك يا بنتي. 18 19 الاهلي اهي، بص طالعه بسم الله ما شاء الله، طالعه من مركز 4 واخده خطوات الارتقاء واخده القفز وبتضرب من مركز 4 وبتجيب النقطه 19. ساره امين على الارسال، ارسال قوي، استقبال ومحاوله من نادي الزمالك مره ثانيه. النادي الاهلي حائط صد، وفي دفاع عن الملعب من ندى وليد. دعاء بتعد، ودعاء الغباشي، ونقطه بتيجي في ايد فريد العسقلاني، بتبقى خارج الملعب، والنقطه 20 للنادي الاهلي. الاهلي 20 اهي، هي حمام حضراتكم تاني اهي. دعاء الغباشي بتضرب وبتيجي في ايد فريده العسقلاني، وتبقى خارج الملعب. ورقم 15 من النادي الاهلي نوران احمد، والتقدم للنادي الاهلي 20-15 الزمالك. مباراه القمه في الشوط الثالث، كره الطايره المقامه بالصاله 2 بمجمع الصالات باستاد القاهره، في ترتيب جدول الدوري من الاول للثامن، ونقطه للنادي الزمالك. ضربه ساحقه بتيجي في حائط الصد، تبقى نقطه لنادي الزمالك، النقطه 16 اهي. مليكه هي رقم 5 اللي بتضرب من مركز 4، والنقطه 16. 20 الاهلي، في تغيير اعتقد اهو، نزلت رقم 18 وطلعت 15، نزلت 18 دانا شاوي وطلعت نوران احمد معده الفريق اهي. فريده العسقلاني بتلعب، استقبال النادي الاهلي واعداد من دعاء، ورايس بتجيب النقطه 21. الاخطبوط بتعمل لها بدايه، بتقول لها 10 على 10 يا رايس اهي اهي. رايس طالعه بتعد لها خلفي دعاء، وبتضرب من مركز 2، وايه الشامي بتروح تقول لها 10 على 10 يا رايس اهي. بيسلموا على بعض وبيعنوا بعض لاعبات النادي الاهلي. في تغيير كده، نزلت رقم من النادي الاهلي رقم 16، هقول لحضراتكم دلوقتي رقم 16 من النقطه. واحد وعشرين النادي الاهلي، 17 نادي الزمالك، والارسال مع نادي الزمالك. تغيير عمله كابتن حمدي الصافي كده، نزلت آية خالد مكان المحترفة رايس. وادي محاولة من لاعبات نادي الزمالك، وادي نقطة لنادي الزمالك، النقطة 18. الفارق أصبح 3 نقاط، لازم نوقف الإرسالات والضرب الساحق عشان ناخد هذا الشوط. طلب وقت مستقطع طبعا الكابتن احمد فتحي. التقدم للنادي الاهلي 21-18. ادي الكابتن حمدي الصافي ولاعبات النادي الاهلي حواليه. آية خالد رقم 16 مش 18، هو السكور كان جاي 18 هي 16.
الارسال مع نادي الزمالك 18 الزمالك 21 نادي الاهلي، والاهلي متعادلين في الاشواط. الشوط الاول لصالح نادي الاهلي 25-21، والشوط الثاني 26-24 للزمالك. وادي ضربه ساحقه سريعه من مي غزال رقم 14. مي غزال تسلم ايديك يا غزال. والنقطه 22، النقطه دي هتكون تحويل المجرى للنادي الاهلي، وهتخلي الاهلي ياخد هذا الشوط باذن الله. 22 الاهلي، دعاء على الارسال، دعاء محمد اهي رقم 20، استقبال من نادي الزمالك، اعداد محاوله كده، حائط الصد الاهلاوي، معلش يا دعاء، يلا نعوض نعوض. 22-19 مش مشكله، الكره قويه هي ملعوبه من رقم 5 مليكة المحترفه البرازيليه. نكسر الارسال ده، يلا نكسر الارسال ده اهو، ايوه كده اهو، كانت عايزه تطلع سريع مي غزال خارج الملعب، ولكن حسبتها الحكم الاول نقطه داخل الملعب. هو المراقب الخط اللي هو على شمال الحكم رفعت الرايه انها خارج الملعب اهي، بص اهي، ولكن الحكم الاول هي داخل الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، والنقطه 23. وساره امين على الارسال، ساره امين بتلعب ارسال، استقبال النادي الاهلي، النادي الاهلي ومحاوله، يلا يا دعاء يلا يا دعاء. نقطه 20 لنادي الزمالك، في تغيير طبعا، اللاعيبه رقم 12 اللي هي هيعمل تغيير اهو، الكابتن احمد فتحي رقم 24 داخله من نادي الزمالك اللي هي هنا سند مكان رقم 22 اللي هي داليا المرشدي. هو طبعا عايز يلعب ارسال، يخلي هنا تلعب الارسال، نادي الزمالك اهي، وقت مستقطع. كابتن حمدي الصافي طبعا عايز يكسر اعصاب لاعبات نادي الزمالك في الارسال ده، لان الارسال ده لو عدى لا يبقى في كلام تاني، لكن الاهلي لو خد النقطه دي هيبقى 24، يبقى فاضل نقطه والاهلي يفوز، انما نقطتين بتبقى تقيله شويه عن نقطه واحده. انتهى الوقت المستقطع، وطبعا ليه وقت مستقطع؟ فقال لك هاخده بالمره، يبقى كده هو خد اثنين واحمد فتحي خد اثنين، يبقى الاهلي خد اثنين اهي. بتشاور له كابتن الحكم الثاني للقاء الكابتن تهاني تغريد خطاب. وارسال من نادي الزمالك، استقبال النادي الاهلي كده، ونعد بقى يا دعاء، يلا يلا نضرب ونحاول ناخد نقطه، ونقطه للنادي الاهلي، والنقطه 24، النقطه 24 خطا على نادي الزمالك، ونقطه 24 اهي امام حضراتكم اهي اهي. بص هتبقى خطا اعتقد شبك اهي، أربعة وعشرين نادي الأهلي 20 نادي الزمالك. ومي غزال على الإرسال، بتلعب إرسال من أعلى، استقبال وحش، إعداد ومحاولة ودفاع عن الملعب، يلا نعدي بقى ناخد نقطة بقى، يلا يا أخطبوط، بسم الله ما شاء الله، يلا نحاول، أيوة كده أيوة كده يا آية، يلا يا آية، يلا خلصت الشوط ده بقى، يلا يا ريس، خلصت ريس الشوط ده 25-20 زي خمسة، والشوط الثالث وانتهاء الشوط الثالث لصالح النادي الاهلي 25-20. يبقى الاهلي متقدم في الاشواط 2-1، الشوط الاول 25-21، الشوط الثاني 26-24 لصالح الزمالك، الشوط الثالث لصالح النادي الاهلي 25-20. ونروح لفاصل ونعود للشوط الرابع، فاصل ونعود لحضراتكم. مع حضراتكم من قناة النادي الأهلي، نتابع مباراة الكرة الطايرة في الشوط الرابع من مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي والزمالك في قمة الكرة الطايرة سيدات، والتنافس على المركز الأول بين النادي الأهلي والزمالك. دائما وأبدا مباراة النادي الأهلي بتكون قمة، ولاعبات النادي الأهلي متقدمات في الشوط الثالث 25-20، الشوط الثاني كان 26-24 لصالح لاعبات الزمالك، الشوط الاول 25-21 لصالح الزمالك لصالح الاهلي. وعلى ايدك اليمين في الشوط الرابع والتقدم للنادي الاهلي 2-1، على ايدك اليمين لاعبات النادي الاهلي بالفانله الحمراء والبنطلون الاسود،
وكابتن حمدي الصافي امام حضراتكم، وعلى ايدك اليسار لاعبات نادي الزمالك بالفانيله الفانيله البيضاء والشورت الاسود او البنطلون الاسود، وكابتن احمد فتحي المدير الفني تعليماته هو وكابتن حمدي الصافي. واللاعبات بقى لو الاهلي خد هذا الشوط يبقى ينتهي هذا اللقاء لصالح النادي الاهلي، والاهلي هيبقى في المركز الاول برصيد 19 نقطة، والزمالك هيكون في المركز الثاني برصيد 18 نقطة. وطبعا نتمنى ذلك. والارسال مع النادي الاهلي على ايدك اليمين النادي الاهلي لاعبات النادي الاهلي امام حضراتكم. النادي الاهلي 20 دعاء محمد لاعبة المعدة لفريق، ومعاهم دعاء الغباشي رقم 4، ديانا رئيس رقم 5، سارة امين رقم 11، مي غزال 14، وآية الشامي رقم 1. اما لاعبات نادي الزمالك البرازيليه مليكة رقم 5، ايسن نديم رقم 7 ليبرو الفريق، وليبرو الفريق في النادي الاهلي ندى وليد. ادي معانا دعاء محمد لاعبه النادي الاهلي والمعده. تلعب ارسال من اعلى، ارسال استقبال زملكاوي، اعداد ومحاوله مره ثانيه، يلا ندافع. ادي بقى ده اللي احنا بنتكلم عليه، التغطيه، وادي النقطه الاولى للنادي الاهلي، النقطه الاولى للنادي الاهلي. فرحه كده بين اللاعبات تكمل ان شاء الله ناخد الشوط ده ونفوز بهذا اللقاء. اهي الارسال مع النادي الاهلي، دعاء محمد والتقدم للنادي الاهلي 1، لا شيء للنادي الزمالك. مباراه القمه في الكره الطايره، مباراه ممتعه مثيره جميله حلوه، كل مهارات الكره الطايره شفناها، شفنا الحلاوه والجمال في لاعبات النادي الاهلي. التحويل الفارق 4 نقاط الى صالح الى فارق ليهم، وادي نقطه التعادل لنادي الزمالك، ضرب سريع من مركز 3. وانا بقول ان كابتن حمدي الصافي في الشوط الرابع ده لو ادى الفرصه لمي غزال تلعب في مركز 3 وتلعب سريع هتخلص المباراه ان شاء الله. طبعا هي حاجه فنيه هيكلمونا عليها طبعا ضيوفنا الكرام كابتن منى عدلي وكابتن ندى ايمن لاعبات النادي الاهلي مع كابتن هيثم السعيد بعد اللقاء. ساره امين بتستقبل وحش وبتبقى خارج الملعب، ونقطه التقدم لنادي الزمالك 2 الزمالك 1 النادي الاهلي. نعوض نعوض، يلا يا بنات. الارسال مع نادي الزمالك مع رقم 18 دانا شوقي لاعبه النادي الاهلي السابقه. هو 4 لاعبات انتقلوا من النادي الاهلي الى نادي الزمالك، دانا شوقي، مريم متولي، مريم مصطفى، وفريده العسقلاني. نقطه خطا في الدفاع لاعبات النادي الاهلي، والنقطه الثالثه 3-1 اهو. معلش رايس لعبت وحائط الصد، رجعت الكوره ما كانش في تغطيه على الضارب، ونقطه التقدم لنادي الزمالك 3 الزمالك الاهلي 1. نستقبل ونكسر الارسال ونعوض، فارق النقطتين، ده نقطتين فارق بس. الارسال استقبال، ضايع الارسال، ضايع الارسال، وادي بدايه ده للنادي الاهلي، 2 الاهلي 3 الزمالك على الارسال. لاعيبه النادي الاهلي دعاء الغباش ولاعيبه منتخب مصر في الكره الشاطئيه رقم 4، هتلعب ارسال من اعلى، ارسال دعاء استقبال كده واعداد خلفي وضربه ساحقه، نخلي بالنا من هذا الارسال من هذه اللاعبه مليكه رقم 5 اهي، كل شويه بتطلع تضرب وبتلعب بليسنج وبتلعب في كل حته. حائط صد جميل من لاعبات النادي الاهلي والتعادل 3 الاهلي 3 الزمالك. حائط صد جميل اهو، لا اروع ولا احسن من كده اهو، طلع رايس وطلع آية الشامي وجت الكورة في ايد آية الشامي اهي. بص الاخطبوط بتاع النادي الاهلي، انا بقول عليها الاخطبوط. دعاء الغباشي 4 على الارسال، استقبال، اعداد، يلا نطلع حائط صد بقى تاني ونغطي يا جماعة، نطلع ونغطي، يبقى في تغطية، تيجي في حائط الصد وبتبقى تاتش بلوك، ونقطة للنادي نادي الزمالك. 4 الزمالك 3 الأهلي. يلا نكسر الإرسال من مليكة رقم 5.
ارسال من اعلى مع الوزبي، ارسال قوي طبعا، استقبال، اعداد، دعاء، وضربه ساحقه ونقطه للنادي الاهلي الاخطبوط الاهلي. دعاء الغباء ده ايه الشامي، يلا يا ايه، خرجت الليبرو ندى وليد وبتنزل طبعا اهي، بص بقول عليها الاخطبوط النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميكي. رايس على الارسال، المحترفه من بورتوريكو، ارسال من اعلى والتعادل 4-4، استقبال نادي الزمالك، اعداد خلفي ومحاوله ومليكه وحائط صد من مي غزال، مره ثانيه مي طالعه وخارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي، النقطه الخامسه. نلعب بقى ارسال قوي، ممكن نجيب ايس منه ولا حاجه، اهي طالعه مليكه اهي خارج الملعب، خارج الملعب، كويس ان هي ما جاتش في ايد مي غزال وهي طالعه اقصد. رايس على الارسال، خمسه الاهلي، اربعه نادي الزمالك، مباراه قويه ممتعه مثيره، خارج الملعب يا رايس، خارج الملعب، التعادل 5-5. في تغيير كده، أربعة داخلة مكان 22 في نادي الزمالك، أربعة دي اللي هي مريم متولي أهي اللي كانت دي جاية من النادي الأهلي، مكان 22 مكان داليا المرشدي، هو دفع بمريم متولي بقى، مريم متولي دي بتلعب سنتر بلوك. يلا يا اخطبوط النادي الأهلي، هيا الشامي يعني ربنا يحميك يا بنت، مرة تانية اعداد النادي الاهلي، وهي طالعه اهي اهي، بقول لكم يا جماعه ايه الشامي اخطبوط النادي الاهلي، تسلم ايديكي يا ايه، تسلم ايديكي، ربنا يحميكي اهي، بص اعداد خلفي اهي طالعه بتاخد الارتقاء بتاعها وتضرب كوره في الصميم. التقدم للنادي الاهلي 6-5 الزمالك، الخبرة عليها عامل كبير في الأداء، المهارات الكرة الطايرة أكيد. استقبال وحش وإعداد ومحاولة مرة تانية ودفاع ندى وليد وبتضرب، برافو، ونقطة للنادي الأهلي، خطأ على لاعبة من نادي الزمالك، رجليها جت في الحائط الحديدي أو القائم الحديدي، هنشوفها مرة تانية إيه أمام حضراتكم أهي أهي، بص لعبت ورجليها، بص رجليها جت في الشبكة، رجليها جت في الشبكة صح، وهي طالعه تضرب رجليها اليمين. في تغيير اهو، الاهلي متقدم 7 والزمالك 5، والارسال مع نادي الاهلي، ارسال من نادي الاهلي، استقبال زملكاوي ومحاوله وحائط صد مره ثانيه، يلا نلعب نعد، يلا يا ساره، يلا يا ساره مره ثانيه اهو، عداد دعاء بتضرب وبتضرب سارة أمين، محاولة مرة تانية وحائط صد من لاعبات النادي الأهلي من آية، وخارج الملعب، خارج الملعب، والنقطة التامنة، 8 النادي الأهلي، 5 نادي الزمالك، وفارق 3 نقاط لصالح النادي الأهلي. طبعا الاتحاد الدولي للكرة الطايرة بيسمح بارتداء الحجاب في الكرة الطايرة، كان حصل مشكلة عليها من كام سنة كده، من سنوات، على ان اللاعبات، وطبعا سمح بارتداء الحجاب في المباريات والبناطيل، بنطلون واشرب على الشعر. ايه الشامي رقم 1، اخطبوط النادي الاهلي، استقبال، اعداد زملكاوي ومحاولة تغطية على ندى وليد، اعداد وضع سارة امين بتضرب ومحاولة للدفاع في نادي الزمالك، بتعدي مليكة مرة تانية، آية الشامي، إعداد، دعاء، وضربة سارة أمين، وبتجيب النقطة التاسعة، 9 النادي الأهلي، 5 الزمالك، هم رايحين يهنوها، يهنوا سارة بالنقطة، وفي تغيير كده أكيد في صفوف نادي الزمالك، أهي سارة ضرب، بص طالعة وضربة، سارة، آية الشامي على الإرسال، 9 الأهلي، 5 الزمالك، ارسال من الاهلي، استقبال نادي الزمالك، اعداد ومحاوله من حائط صد من مي غزال، ومره ثانيه لا 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 يا دعاء،
نخلي بالنا من كنا سيبناها كانت عدت كانت ممكن تطلع بره الملعب. 6 الزمالك 9 النادي الاهلي. اهي نخلي بالنا تاني بص اهي دعاء متهيألي لو كانت ثابتها كانت هتطلع بره. معلش نعوضها واحنا متقدمين بفارق 3 نقاط. النادي الاهلي 9 الزمالك 6 وعلى الارسال رقم 10 مايا ممدوح من نادي الزمالك. استقبال مي غزال وضربة ساحقة من اخطبوط النادي الاهلي مرة تانية. لا 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 ما نتعزمش على بعض يا جماعة ما نتعزمش على بعض لازم نلعب. 7 الزمالك 9 النادي الاهلي. هي طالعة مليكة هي بتشوط بص هي كرة سهلة كانت تيجي هم تعزموا على بعض. دعاء الغباشي وآية الشام. 7 الزمالك 9 النادي الاهلي. استقبال نادي الاهلي اعداد دعاء وساره امين بتضرب ولكن نقطه بلاش نمسك الشبكه. حمدي الصافي هيطلب اكيد وقت مستقطع والنقطه التامه اهي. بص دعاء بص مي غزال عايزه تطلع سريع ما لعبتش سريع لعبت دعاء لعبت لمين لمركز 4 وادي طلب حمدي الصافي وقت مستقطع اهو بيتكلم مع دعاء الغباشي وبيتكلم مع آية الشامي والتقدم لصالح النادي الأهلي ولكن هو فقط 3 نقاط ورا بعض. يلا اللاعبات الاحتياطي شجعنا اللاعبات اهو الأهلي 9 8 الزمالك والأهلي متقدم في الأشواط 2-1. الشوط الأول 25-21 للأهلي، الشوط الثاني 26-24 للزمالك، الشوط الثالث 25-20 للنادي الأهلي. والإرسال مع نادي الزمالك. نستقبل ارسال ونعد ونجيب نقطه ونفرق مره تانيه. استقبال النادي الاهلي خارج الملعب. يلا يا جماعه يلا معلش لسه التعادل كده 9-9 الزمالك. مايا ممدوح بتجيب واحده كده نقطه مباشره. إيس في خطأ على النادي الأهلي دوران تقريبا في الدوران خطأ دوران والنقطة العاشرة. لسه بدري برضو لسه بدري وتغيير النادي الأهلي 8 نازلة اهي نهلة سامح نازلة مكان دعاء الغباشي. نهلة سامح 8 مكان دعاء الغباشي رقم 4. 9-9 والارسال مع نادي الزمالك. استقبال الاهلي. يلا يا دعاء محمد يلا يا اخطبوط يلا اضرب مره ثانيه. دعاء بتعد ليه ساره امين ومحاوله مره ثانيه وبتعدي الكوره مره ثانيه. دعاء ساره امين بتضرب يلا ندافع محاوله من مي غزال ولكن مره ثانيه ودفاع آية الشامي. يا ولد يا آية تسلم ايديك يلا عدي الكرة يا نهلة مرة تانية. اهي سارة امين اعداد دعاء وضربة خلفية وبتيجي لمي غزال وفي مرة تانية النادي الكرة سجال ما بين الفريقين. هنشوف مين اللي هياخد النقطة دي. لا لا يا نهلة لا يا نهلة. نهلة طلعت وضربت خلفي ولكن جت في الشبكة والفارق بقى نقطتين لصالح نادي الزمالك. 11 الزمالك 9 النادي الاهلي. شوف الكابتن حمدي الصافي هيعمل ايه؟ هل هيعمل تغيير؟ هل هياخد وقت مستقطع تاني؟ اهو هيعمل تغيير اهي. لسه بقول لحضراتكم. هنشوف دفع بمين هقول لحضراتكم هنشوف الملعب ونقول لكم. اهي اعداد وضربه ساحقه من رقم 10 اللي نزلت زينه العالمي اهي زينه العالمي اهي نزلت. اهي زين العالمي مكان تاني. يلا نتكلم ونتحرك يلا هنقول لحضراتكم حالا. زين العالمي مكان 10 رقم 10 نزلت من النادي الاهلي. ارسال مع زينه استقبال كده من نادي الزمالك و10 الاهلي 11 الزمالك.
ومحاولة مرة تانية. نزلت زينة العالم من مكان سارة أمين رقم 11. طبعا سارة كان عندها يمكن الكرة معادة اهي للاعبة، ولكن ندى وليد ما لحقتش الكرة فنزلت أرض الملعب. هذه نقطة للنادي الأهلي. أي يلا يلا يا بنات بقى ناخد الدفعة بقى، 11 الأهلي 12 الزمالك. كده لاعبات الأهلي موجودين في الملعب بدون ليبرو. ليبرو خرج بيخش مكان رايز، دي البديل بتاعها. والإرسال مع النادي الأهلي. مي غزال، يلا يا غزال. مي هتلعب إرسال من أعلى. استقبال نادي الزمالك وإعداد، ومحاولة مرة تانية من نادي الزمالك، وفي دفاع يا جماعة نخلي بالنا من حائط الصد. 13 الزمالك 11 النادي الأهلي. لازم نرجع يبقى الفارق لصالحنا. العسقلاني على الارسال، بتلعب ارسال من اعلى. استقبال النادي الاهلي، ساره ومحاوله مره تانية وبتضرب رايس وبتجيب نقطه. النقطه 12 12 الاهلي 13 الزمالك، والارسال مع النادي الاهلي. كابتن حمزه الصافي عمل شويه تغييرات في الفرقه طبعا عشان النتيجه. هو دفع ب زين العالم مكان ساره امين، ودفع ب كابتن نهله سامح. وادي مره ثانيه، وادي حائط صد ناجح ولكن خارج الملعب. ايه الشامي وريس خارج الملعب. 14 الزمالك 12 نادي الزمالك، 14 الزمالك 12 النادي الاهلي. والارسال مع نادي الزمالك، 15 من نادي الزمالك. نوران احمد مرة تانية، دفاع عن الملعب وحائط صد خارج الملعب، خارج الملعب. ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 13 فارق نقطة يا جماعة، نقطة واحدة نتعادل وممكن نزيد، يبقى احنا الفارق لصالحنا. نهلة سامح راعي على الإرسال اهي، كابتن الفريق أقدم لاعبة في فريق النادي الأهلي. نهلة سامح هتلعب إرسال من أعلى. استقبال عداد مرة تانية وحاط الصد، فيه دفاع عن الملعب وفي خطأ كده من النادي الأهلي. هنشوفه مرة تانية في الإعادة. 15 الزمالك 13 النادي الأهلي. هادي الكابتن حمدي الصافي باين طبعا النتيجة باين عليه، لو طبعا لو خدنا الشوط ده هيبقى لصالحنا، هيبقى نفوز 3-1. أما لو خسرنا يبقى هنلجأ للشوط الخامس والحاسم. ضربة ساحقة من آية الشامي، برافو يا آية، تسلم ايديك يا آية. والنقطة رقم 14، رقم هقول لحضراتكم أهو، النقطة 14. رايس على الإرسال، 14 الأهلي 15 الزمالك. ديانا رايس على الإرسال، محترفة بن بورتريكو. استقبال النادي الأهلي، إعداد مرة تانية ومحاولة كده للدفاع عن الملعب. ومي غزال داخلة مع زين العالمي، لازم نقول لبعض رايت أو نشوف كده الكرة ونعدي. معلش معلش تتعوض. دفاع عن الملعب، الكرة اللي عدت دي يعني ما كانتش مظبوطة. 16 الزمالك 14 النادي الأهلي. إرسال نادي الزمالك 22 داليا المرشدي. استقبال نادي الأهلي، ندى وليد وإعداد، ومي غزال بتحاول تلعب سريع. مرة تانية دفاع عن الملعب من، وادي ضربة ساحقة من نادي الأهلي من آية الشامي، ومحاولة الدفاع عن الملعب من آية الشامي مرة تانية، ودعاء بتضرب. ونقطة للنادي الأهلي من مي غزال، النقطة 15. 15 الأهلي 16 الزمالك، والإرسال مع النادي الأهلي. يلا يلا يا آية، آية الشامي على الإرسال اهي رقم واحد.
هي هتلعب الارسال، ارسال من اعلى، استقبال واعداد وضربه ساحقه خلفيه وبتيجي في الشبكه ونقطه لنادي الزمالك. للاسف كانت سهله، كان ممكن ننقذها. معلش كده 17-15. هي طالعه وضربه، هي مليكه ضرب خلفي وبتيجي في الشبكه وبتنزل ارض ملعب النادي الاهلي. الارسال مع نادي الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال اهلاوي نهلة سامح، اعداد دعاء وضربه خلفيه من آية الشامي خارج الملعب. تمنتاشر الزمالك، 15 الاهلي، فارق 3 نقاط لصالح نادي الزمالك. استقبال النادي الاهلي، نهلة سامح، دعاء محمد، وسارة وزينة العالمي بتضرب، ونقطة نقطة للنادي الاهلي. زينة بتضرب من مركز 4 وبتجيب النقطة 16. اهي دعاء اعداد وطلعة زينة رقم 10، زينة العالمي، وبتجيب النقطة. في تغيير اعتقد، اهو خرجت نهلة سامح وتوقت مستقطع للنادي الزمالك، ونزل الدعاء الغباشي مره ثانيه مكان نهله سامح، التغيير اللي كان عامله. طبعا في اخطاء، وكده الاهلي متاخر بنقطتين. طبعا تعليمات الكابتن حمدي الصافي، نخلي بالنا من الدفاع عن الملعب، ونخلي بالنا من الكرات المرتده من حائط الصد ومن الضارب. ورايحه زينة العالمي رقم 10 على الارسال، و16 الاهلي، 18 نادي الزمالك. وادي الشاشه امام حضراتكم، والتقدم في الاشواط للنادي الاهلي 2-1. الشوط الاول 25-21 للاهلي، الشوط الثاني 26-24 للزمالك، الشوط الثالث 25-20 للاهلي. زينة العالمي بتلعب ارسال قوي، استقبال ومحاوله مره ثانيه. يا جماعه مدافع طلع مي غزال وحائط صد مشروخ كده، ولكن نحاول نخلي بالنا قلنا من حائط الصد. اهي طالعه بتضرب، بص وادي حائط الصد، كانت سهله، كانت ممكن تيجي يعني. 19 الزمالك، 16 النادي الاهلي، وادي اعداد ودعاء الغماشي بتضرب اهي من مركز 4 مره ثانيه، وحائط صد زوجي من مي غزال ودعاء محمد مره ثانيه، دعاء وادي دي آية الشامي أخطبوط الأهلي. يلا يا آية دفاع، بص يعني ضربت ورجعت دفعت مرة تانية، وادي الكرة سجال، وهنشوف الكرة راحة فين، خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة للأهلي، النقطة 17. 17 الأهلي، 19 الزمالك، والإرسال مع النادي الأهلي. الارسال مع النادي الاهلي، مي غزال، مي غزال هتلعب ارسال من اعلى، استقبال واعداد، وبعدين مره ثانيه مليكة، نقطه نقطه النادي الاهلي، حائط صد ريس وما ودعاء محمد، والنقطه نقطه للنادي الاهلي. بص تنفست الصعداء دعاء لما جابت النقطه دي، فارق نقطه واحده كده، خدنا نقطتين ورا بعض. مي غزال على الارسال، يلا يا بنات لو خدنا النقطه دي هتفرق معانا جامد. 19 18 الاهلي، 19 الزمالك، وادي الارسال، استقبال ومحاوله مره ثانيه، يلا نغطي وندافع، دعاء يلا دعاء الغباشي، نقطه ومحاوله، لسه في الملعب مره ثانيه، دعاء بتعد خلف الرايس وتيجي في حائط الصد، وما زالت الكرة مستمرة وحائط صد، ودفاع عن الملعب من مي غزال، الله عليك يا غزال، ضرب خلفي ونقطة ضايعة من النادي الأهلي. معلش يلا نعوض. عشرين الزمالك، 18 الأهلي، كابتن حمدي الصافي طبعا مش عايز يلجأ للشوط الخامس والحاسم، عايز يخلص في الشوط ده.
18 ال 20 الاهلي 20 الزمالك 18 الاهلي. استقبال نادي الاهلي اعداد ومحاوله من دعاء الغباشي وعايزه تجيب نقطه كده عشان تقلل الفارق. مره تانية دعاء بتعد خلف الرايس ونقطه للنادي الاهلي وحائط صد وبتخرج خارج الملعب وتاتش. بص بتقول لها شكرا يا دعاء، شكرا يا دعاء، شكرا على الاعداد الحلو اللي انت عملتيه. 19 الاهلي 20 الزمالك ورايح على الارسال دعاء محمد معده النادي الاهلي. اعصاب يا سلام لو جت ايس بقى ويبقى نقطه التعادل كده. يلا حائط صد يا جماعه، حائط صد، نقطه لنادي الزمالك، نقطه ال 21. يلا نعوض، لسه اربع نقاط على نهايه الشوط. ارسال نادي الزمالك، استقبال النادي الاهلي من ندى وليد، اعداد رايس وحايا الشامي يا اخطبوطي الاهلي. يلا بتقول لها يلا يا شيخه هات النقطه، نقطه للنادي الاهلي 20 21. اهي طالعه، بص ايه طالعه بتبقى يعني عايزه تجيب النقطه بالعافيه. دعاء الغباشي على الارسال رقم 4. دعاء بتلعب ارسال من اعلى، استقبال نادي الزمالك، اعداد ومحاوله لحائط الصد ونغطي يا جماعه، نغطي. 22 الزمالك 20 الاهلي، لسه برضو لسه ثلاث نقاط نخلي بالنا. ارسال نادي الزمالك مليكه رقم 5 البرازيليه، استقبال النادي الاهلي زينة، اعداد دعاء وضربة ساحقة من آية الشامي ومحاولة كده للدفاع عن الملعب من ندى وليد. آية الشامي تاني يا اولاد، ومحاولة كده خلفية والدفاع عن الملعب من ندى وليد، اعداد دعاء، ضربة ساحقة تيجي في حائط الصد، ومحاولة مرة تانية، وادي محاولة ونقطة لنادي الزمالك، النقطة 23. 23 الزمالك 20 الاهلي، لسه ما زال الامل قائما. بص ايه عماله ايه الشامي بتهدي اعصاب اللاعبات، تقول لهم لسه ان شاء الله نحاول. استقبال اعداد دعاء خلفي، وايه الشامي بتضرب يا ولد يا اخطبوط الاهلي، نقطه 21. النقطه 21 تغيير كده هيعمله كابتن حمدي الصافي، داخلة آية خالد رقم 16 مكان رايس دانيال رايس المحترفة في صفوف النادي الأهلي، المحترفة البورتوريكي من بورتوريكو. الإرسال مع آية خالد، طبعا هو منزل آية عشان تلعب إرسال كويس. 21 الأهلي 23 الزمالك، وقت مستقطع أكيد طلبه الكابتن أحمد فتحي، عايز طبعا يكسر مقاديف لاعبات النادي الاهلي، ولكن طبعا ان شاء الله نحاول كده. اهو كابتن حمدي الصافي بيدي تعليماته للاعبات الاهلي وكابتن ياسر صلاح، وادي لاعبات نادي الزمالك معاهم الكابتن احمد فتحي. كده كل فريق خد او كل مدير فني خد الوقت المستقطع. اهي كابتن تاريخ الخطاب هتقول له خدت الاثنين بتوعك، وطبعا بتشاور لحمدي الصافي تقول له انت خدت الاثنين، يبقى ما فيش حد ليه وقت مستقطع. ايه خالد على الارسال رقم 16. ايه خالد هتلعب ارسال من اعلى، استقبال كده، يلا يا اخطبوط يا اخطبوط الاهلي، يلا يلا يا ايه شامي، بسم الله ما شاء الله ربنا يحميكي، نقطه للنادي الاهلي. اهي بص اهي هي طلعت وقابلت الكورة، نقطة 22 للنادي الأهلي 23 الزمالك. يلا نقطة، محاولة تانية بقى، ايه يلا يلا بقى نعد، يلا يا آية يا آية يا آية، الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي يا آية.
دعاء القماشي بتبوس راسها. 23 23، يلا ضربه ساحقه قويه. تسلم ايديك يا ايه، تسلم ايديك يا ايه. ايه خالد على الارسال، احنا بنتكلم على ايه الشامي طبعا، وايه خالد هتلعب الارسال اهو. لو جئس بقى يا سلام، يا سلام لو جئس. حائط صد ولكن خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطه لنادي الزمالك. 24 الزمالك 23 النادي الاهلي. نستقبل بقى وناخد نقطه التعادل. استقبال النادي الاهلي اهو، اعداد ندعاء، والاخطبوط بيشوط. يا ولد يا ولد، تاني مره تتعادل، تاني مره تتعادل. ايه الشامي 24 24. بص بص، فهم الدعاء، دعاء رفعت لها وهي بتشوط وتيجي في حائط الصد وتبقى نقطه، نقطه للنادي الاهلي. 24 24، ورايح الاخطبوط على الارسال. دعاء ايه الشامي ودعاء محمد ودعاء الغباشي. 24 24، الاهلي والزمالك، وادي نقطه اس، نقطه اس. ايه الشامي، ايه الشامي، اخطبوط الاهلي. 25 الاهلي 24 الزمالك. برافو يا ايه، تسلم ايديك يا ايه، تسلم ايديك يا ايه، 100 100 يا ايه. يلا يا بنتي ربنا يحميكي. حولنا الفارق لصالحنا وتقدمنا. 25 الاهلي 24 الزمالك، وادي ايه الشامي بتلعب، ومحاوله مره ثانيه، وادي مي غزال. ايه بتلعب الكوره، دعاء، يلا يا زينه، يلا يا زينه، والنقطه 26، ولكن خارج الملعب، خارج الملعب، وفي اعتراض من لاعبات النادي الاهلي ان الكوره، ان الكوره داخل الملعب. اهي الحكم اهي، بص اهي هنشوفها في الاعاده يا جماعه. اهي 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 اهي، جت حتى تقريبا في ايد اللاعبه. التعادل 25 25، نحن نحتكم الى قرار الحكم الاول. هي رايحه كابتن ايه الشامي كابتن الفريق وبتتكلم معاها. لا 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 لا، انذار كده على كارت اصفر. بص بص ده يا جماعه، لا لا لا، ما نبوظش الماتش، نرجع نرجع يا كابتن حمدي انت وكابتن ياسر. معلش معلش، انا هنفوز برضو، هنفوز برضو ان شاء الله. ماشي معاك اهو، معاك يعني. طبعا في اعتراضات طبعا من لاعبات النادي الاهلي، والحكم الثاني رايحه للحكم الاول. طبعا هي الكوره باينه، هي انها طبعا داخل المستطيل او داخل الملعب، ولكن الحكم الاول اماني رشيد حسبتها خارج الملعب، ونقطه التعادل 25 25. وطبعا ما كانش يجب ان احنا نعترض بهذا الاسلوب عشان ما ناخدش انذار، وطبعا هي الحكم ادت انذار لكابتن حمدي الصافي لنزول الملعب وجهازه الفني. والنقطه مع والارسال مع نادي الزمالك. استقبال ايه الشامي، ضربه ساحقه من زين العالمي، ومحاوله مره ثانيه، وادي ومحاوله من النادي الاهلي خارج الملعب، ونقطه لنادي الزمالك. 26 نادي الزمالك، الاهلي 25. والارسال مع نادي الزمالك، نتعادل بقى وناخد المبادره ان شاء الله، او لو حتى الشوط ده راح نلعب شوط خامس ان شاء الله، واحنا هنكون اقوى باذن الله. وادي وادي الاخطبوط النادي الاهلي، ايه الشامي، ومحاوله مره ثانيه، ودفاع عن الملعب مره ثالثه خارج الملعب، ونقطه التعادل يا جماعه 26 26. ناخد بقى المبادره، ناخد نجيب، يا سلام لو واحده من بتوع ايه الشامي تجيبها زين العالمي اللي هتلعب الارسال وتجيب ايس، يبقى كده 27، لكن كده 26 26. والارسال مع زينه العالمي رقم 10 من لاعبات النادي الاهلي،
26 26 وادي الارسال اهو استقبال اعداد محاوله مره ثانيه من لاعبات النادي الاهلي الدفاع وادي دعاء وادي ضربه ساحقه من دعاء الغباشي ونقطه للنادي الاهلي والنقطه 27 انا قلت لحضراتكم ان احنا اتظلمنا في النقطه اللي عدت 27 الاهلي 26 الزمالك وزين العالمي على الارسال نقطه واحده وينتهي هذا اللقاء وهذا الشوط لو الاهلي خد النقطه دي محاوله مره ثانيه واو نقطه 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 قلت لحضراتكم ان احنا ظلمنا ربنا جاب لنا حقنا 28 26 الشوط الرابع لصالح النادي الاهلي والنتيجه 3-1 والاهلي يتصدر قائمه الدوري برصيد 19 نقطه وياتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 18 نقطه ويبقى كده الاهلي فاز للمره الثانيه على نادي الزمالك في نهائي او ختام الدور اللي هو تحديد المراكز من الاول الى الثامن والف مبروك للاعبات النادي الاهلي ومبروك لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني كابتن حمدي الصافي والكتيبه اللي بقول عليها بقياده كابتن ايه الشامي اخطبوط النادي الاهلي ندى وليد مريم الصغير دعاء الغباشي ديانا رئيس سلمى يوسف نهلة سامح شروق فؤاد زينة العالمي سارة أمين مي غزال مريم ثروت آية خالد دعاء محمد وكل التوفيق اهي آية الشامي بسم الله ما شاء الله يعني لعبت ووقعت هي من كتر فرحتها ويعني تنفست الصعداء بعد ما جابت اخر نقطه وجابوا اخر نقطه والف مبروك للنادي الاهلي الفوز الكبير 3-1 بعد وحول الفارق لصالح النادي الاهلي لاعبات النادي الاهلي والف مبروك واترك الميكروفون الى الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام الكابتن منى عدلي والكابتن ندى ايمن لاعبات النادي الاهلي السابقتين ومع تحيات محدثكم دكتور مروان صالح وإلى لقاءات أخرى وألف مبروك للنادي الأهلي.